السلام عليكم، ازيك شباب؟ الاخبار عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طيب هنبدا نتكلم في توتوريال 4 عن الجودك بروسيس وشيت 2 المره 7000 و1000 عامله الكود ده. طيب ماشي، نعمل ايه بقى؟ هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على نقاط التوبكس اللي اتكلمنا عنها في المحاضره، وبعدين هنروح نحل الشيت 2. طيب ايه الحاجات اللي عايزين نتكلم عليها بقى في الليكتشر بوينتس دي؟ او احنا لسه متاخرين سيكا يعني، فان شاء الله نحاول نشد. طيب هنتكلم على الراندوم بروسيس، احنا اتكلمنا عليها، الديفينيشن بتاعها والاستاتكس بتاعتها والتايبس، تمام كده. طيب عايزين نبص على ايه؟ على الاوتو كوريليشنز فانكشن، تمام، جوه الراندوم الوايت سنس ستيشنري. عايزين نرجع نتكلم على، هنروح نتكلم على الباور سبيكتر دينسي والجريد بروسيس. الحاجات دي كلها هي اللي ختمنا بيها السكشن اللي فات، هنعيد عليها بشكل سريع يعني، مش هحاول ادخل في كل التفاصيل، بحيث ايه؟ بحيث نبقى دماغنا حاضره واحنا شغالين. نبقى نشوف واحدة واحدة كده. احنا عايزين نتكلم عليه الراندوم بروسيس. قلنا يعني ايه بروسيس؟ يعني انا قلت انا بيبقى عندي انبوت فاريبل بتغير مع التايم، فانا عايز اشوف والله الاوتبوت فاريبل ده ايه اللي بيحصل، فبلاقيه بيتغير مع التايم، حصل تشينج في الانبوت فاريبل، تمام، فحصل قصاده مين؟ تشينج في الاوتبوت فاريبل. مين اللي كان الويتنس عليهم او اللي بيشهد عليهم او بيتابع التحركات دي كلها؟ هو التايم. يبقى هي عبارة عن بروسيس، حاجة بتحصل، فاريبل بيتغير، تمام، وايه؟ وكل ده بيبقى اسوشيتد ايه؟ كفانكشن في التايم، تمام كده. ده جميل جدا. طيب يبقى قال لي بقى ايه لو حصل ان راندوم بروسيس دي او راندوم الانبوت فاريبل ده بقى راندوم فاريبل، ايه اللي هيحصل؟ قول خلاص، بما انه الانبوت فاريبل بقى راندوم فاريبل يبقى الاوتبوت هيبقى راندوم فاريبل. ولا الموضوع ده عملناه فين؟ عملناه في البروسيس دي او في اللاب ده مع اللود. كنا بنغير اللود، بنحطه اربيتري لود او بنحط راندوم لود، ونشوف الاوتبوت بيبقى راندوم، بيحاول يترس وما بيعرفش، تمام كده. طيب فهو ده نفس فكره ايه؟ ان بتاع ان الاوتبوت فاريبل يبقى راندوم، فبالتالي ان البروسيس كلها تبقى راندوم. حلو، مش شرط يبقى في عندي انبوت فاريبل، ممكن تبقى بروسيس انا مش انترستد اصلا بالانبوت فاريبل بتاعي او مش شايفه، انا ببص مين على الاوتبوت بس. فالاوتبوت راندوم فاريبل بيبقى اسوشيتد مع التايم، فيبقى ده بيديني ايه؟ حاجه اسمها راندوم بروسيس. طب ايه راندوم بروسيس؟ ان انا بجيب اكسبيرمنت معينه بتحصل، عمليه معينه بتحصل، باخد الاوتبوت بتاعتها دي بعمل لها ايه؟ مابينج لايه؟ لفانكشن معينه مع التايم. حلو، يبقى الفانكشن دي بتاخد كام راندوم بس ايه؟ وذ ريسبكت تو تايم. قلنا حلو، تعالوا ناخد كده اكزامبل بتاع الكوينز اللي رميناها. حلو، قلت انا عندي ايه؟ هقول ان انا جبت الكوين قعدت ارميه بعدد بشكل معين، هيت تيل هيت تيل هيت تيل هكذا، تمام، وبعدين الشخص اللي بعدي، بعدين حضرتك، بعدين حضرتك، بعدين كل الناس دي قعدت ترمي كده، الدفعه كلها رمت وجبنا ناس ترمي معانا، عملنا عدد ضخم من الميجرايزيشنز، تمام كده. حلو، انا كل واحد رمى كام؟ رمى عدد ضخم وعدد اشخاص كتير رموا، تمام كده، تمام. فقلت ايه؟ قلت اللحظه اللي انا رميت فيها كل الاوتبوتس اللي طلعت معايا دي، ده كان راندوم فاريبل بعرفه عادي، تمام كده. حلو، طيب راندوم فاريبل، واللحظه الثانيه راندوم فاريبلز، الشخص الثالث راندوم فاريبلز، يبقى كل الاشخاص اللي رموا دي راندوم فاريبلز، ودي سميناها الريلايزيشنز بتاعت ايه؟ بتاعت الانسامبل بتاعي، تمام كده. طيب قلت عند اللحظه المعينه في التايم دي، لو انا جيت بصيت كده عليها، تعال نبص كده على الديستريبيوشن بتاعها، عند ايه؟ خدت لحظه معينه في التايم بالنسبه لكل الرقم، هلاقيها ايه؟ هلاقيها برضه هي راندوم فاريبل. وخدت لحظه ثانيه هلاقيها ايه؟ هلاقيها راندوم فاريبل ثاني. واحده واحده، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني انا بقى عندي راندوم فاريبل اكروس التايم، واكروس ايه؟ واكروس السامبل الواحد او لحظه التايم الواحده بالنسبه لكل الاشخاص اللي هم. يعني كل شخص بقى راندوم فاريبل، وكل شخص رمى في لحظه معينه الرميات بتاعتهم كلها راندوم فاريبل. طب الديستريبيوشن بتاعها كده ايه؟ انا بقول الهيد تيل اللي انا عارفه عنه او الفيك كوين اللي بتبقى ايه؟ ان الهيد بتبقى بروبيلتي نص والتيل بتبقى بروبيلتي نص، ودي ايه؟ دي كانت بينولي ديستريبيوشن، صح كده؟ او بينولي بروسيس. طيب تمام، طب لو جيت ابص اكروس الريلايزيشن دي اللي احنا متعودين عليها، الهيد تيل هيد تيل هيد تيل هيد هيد مش عارف ايه، في الاخر الاقي عدد الهيدز بيساوي عدد التيلز لو انا عملت عدد ضخم يعني، والبروبابيلتي بتاعت ده هتبقى بنص والبروبابيلتي بتاعت ده بتبقى بنص، دي كده ما فيهاش اي مشاكل. طيب بعدين عندي ايه؟ لو انا جيت اخدها بقى ايه؟ اكوس السامبل الواحد هلاقي ايه؟ يعني انا عند لحظه معينه جبت كل الاشخاص اللي هم انفينيت شخص يعني، الاقي ايه؟ هلاقي تيل تيل هيد تيل هيد تيل هيد هيد، الاقيهم تقريبا كلهم زي بعض، عدد الهيدز هيساوي عدد التيلز، فالاقيها بروبابيلتي نص وبروبابيلتي نص. ايه ده؟ يعني لحظه كده بقت راندوم فاريبل وكده بقت راندوم فاريبل. ايوه ده اللي حصل، ان انا عندي راندوم فاريبل واحد بس انا كررته اكتر من مره او هكذا، وكل المرات دي انا بخليه ايه؟ بخليه اسوشيتد ويز تايم، هو فانكشن ويز ريفرنس تايم، دي سميتها راندوم بروسيس. حلو كده، دي الكونسيبت بتاع راندوم بروسيس، ان انا عندي كده ماشي كده راندوم فاريبل، ماشي كده ايه؟ راندوم فاريبل. حلو كده، طيب تمام. يبقى
نيجي بعد الأسئلة المهمة، هو الديستريبيوشن بتاع الكلام ده بيتغير؟ أنا عايز أبص أصلا على أنواع الراندوم بوزز، فهجيبها واحدة واحدة. الديستريبيوشن ده بيتغير من لحظة تايم للتانية، والله أنا ماشي كده، ده والله ده هيت تيل بروبابيلتي نص وبروبابيلتي نص، هنا هيت تيل بروبابيلتي نص وبروبابيلتي نص، حطيت واحد تالت هنا هلاقيها إيه؟ هيت تيل بروبابيلتي نص وبروبابيلتي نص. لا والله الكلام ده ما بيتغيرش، هي ثابتة أكروس إيه؟ ريلايزيشنز عند نفس التايم سامبل، تمام كده؟ يبقى دي هسميها إيه؟ بوسس ثابتة أو راندوم بوسس ثابتة. راندوم بوسس الأمبليتيود بتاعتها تتغير، الأوتكمز تتغير، بس الاستاتكس بتاعتها ثابتة كل عند كل لحظة تايم، شايف نفس الديستريبيوشن. دي سميتها ايه؟ دي سميتها ستيشنري راندوم بروسيس. طيب انا نفسي كل البوسس تبقى ستيشنري، ليه؟ انا بعمل كوميونيكيشن سيستم، عايز ابعت داتا، عايز اسيب الداتا. طب انا ببعت داتا وبسيبها، السيستم هيتعامل مع حاجات راندوم. طيب الحاجات الراندوم اللي هيتعامل معاها انا محتاج اعمل لها استوديو عشان ابقى فاهمها، عشان اقدر اعمل الديزاين اللي يقدر يتناسب معايا فتحقق لي ايه؟ تميت السبيكس بتاعتي. طيب يبقى الحاجات الراندوم اللي هتتبعت دي هسيبها راندوم كده ما اعرفش عنها اي حاجه؟ لا، يبقى انا هروح ايه بشويه حاجات راندوم بوسيسز يعني، او اتعامل اكنها راندوم بوسيس، بس هي ثابته بتتكرر، فيها حاجات انا قادر امسكها، قادر اتعامل معاها، بحيث يبقى كل حاجه ايه اقدر امشيها بالمال. لو كانت راندوم فيربل مش بتتكرر، يعني شفت الديستريبيوشن ده غير الديستريبيوشن ده، ومفيش علاقه ما بين اي حاجه خالص، الاقي ايه؟ هقول الموضوع ده كده صعب. طيب ما علينا، نكمل. هقول ايه؟ حلو. طيب السؤال التاني، دي كده نوعها ايه، او دي هوصفها ازاي؟ هضطر ان انا اوصفها باسماء، لان فيها شويه حاجات معينه محتاجين نبص عليها. دي هسميها ستريكت سنس ستيشنري راندوم بروسيس. تمام، ليه ستريكت سنس؟ يعني دي الديستريبيوشن بتاع كل راندوم فايبر عند كل لحظه من التايم، تمام كده، هو ايه؟ هو ثابت. حلو. طيب ماشي، انا جبت ايه؟ دي الستريكت، نتكلم عليها تاني واحده واحده. انا بقول ان كل راندوم فايبرز دي ليها نفس الديستريبيوشنز عند كل لحظات التايم. حلو. وانا هنا بتكلم على لحظات التايم، مش بتكلم على الريلايزيشنز، تمام؟ والشكل اللي هناك ده كان اسمه الانسامبل، الشكل ده كده كله اسمه الانسامبل، ان انا برسم كل الريلايزيشنز الممكنه او اللي انا اقدر عليها ارسمه يعني. بعض المسائل هيطلب مننا نرسم الريلايزيشنز يعني، تمام؟ ممكن ما ارسمهاش، او انا غالبا مش هرسمها في السلايدز، هرسمها بايديا، تمام كده؟ حلو. فبقول ايه؟ طيب كل الراندوم فاليوز ليها نفس الايدنتيكال ديستريبيوشن. تاني حاجه، كل الجوينت ديستريبيوشنز ما بين الراندوم فاريبلز بتعتمد ثابته او بتعتمد على التايم شيفت، تمام؟ يعني الجوينت ديستريبيوشن ما بين الراندوم فاريبل ده والراندوم فاريبل ده ماله؟ بيساوي بعض. طب هنا بقول ايه بقى؟ بقول بص، يعني ايه ستريكت سنس ستيشن؟ يعني كل المارجنال ديستريبيوشنز بيساوي بعض وكل الجوينت ديستريبيوشنز بيساوي بعض، تمام؟ ده انا بقدر الاقيه؟ ده صعب ان انا الاقيه، وما بيقدرش يتحقق. هو حققناه في الاكسبيرمنت بتاعت الهيد والتيل يعني بتاعت الفير كوين، تمام؟ بس صعب ان هو يتحقق، فانا بحاول ايه؟ اشوف انا اصل الكونديشن صعب قوي ان انا الاقي ان الاثنين ليهم ايدنتيكال ديستريبيوشنز مارجنال وجوينت، فالموضوع صعب، فانا هروح ابص على حاجتين جوه المارجنال والجوينت يكونوا ايه؟ اسهل شويه امسك فيه. بقول بدل ما همسك في المارجنال ديستريبيوشنز، المارجنال ديستريبيوشن ده كنت بجيبه وبحسب منه ايه على طول؟ بحسب منه المين، فاروح امسك في المين بتاع التايمز بتاع الراندوم فاريبل او اللي عند سامبل معين، اكوس ايه؟ اكوس كولونيزيشن. يبقى المين بتاع السامبل ده ليه قيمه، والمين بتاع السامبل ده ليه نفس القيمه، والمين بتاع السامبل ده ليه نفس القيمه. فانا عايز ابص عند كل راندوم فاريبلز اكوس تايم يبقى ليهم نفس المين. بس قلت الديستريبيوشن صعب، الديستريبيوشن بيحتوي على مين وفاريانس وسيد مومنت وفورس مومنت ومش عارف ايه. حلو. انا مسكت مين في الفيرست مومنت بس، ان هو المين، تمام كده؟ يبقى كلهم ليهم ايه؟ كلهم كده ليهم نفس المين اكوس تايم، تمام جدا، مفيش مشكله. تاني حاجة عايز ايه؟ عايز اروح ابص على الجوينت ديستريبيوشن بتاعتهم بتديبند على التايم ديفرنس بتاعها، او بتديبند على الكوفاينس بتاعها او الفاينس بتاعها. حلو. اخد انا الجوينت دي كنت بقول ايه؟ جوينت كنت بروح اجيب لها الكوفاينس، انا بحسبهم الجوينت. حلو. والكوريليشنز، تمام كده؟ فانا اقول خلاص اجيب كوفاينس او كوريليشنز الاثنين، تمام. فابص على الكوريليشن ما بين الراندوم فاريبل ده والراندوم فاريبل ده يكونوا ثابتين لو جيت معايا. حلو. هل هم ثابتين اكوس كل اللحظات؟ لا، فاحنا تسهلنا في الكونديشن شويه ان هو يكون اوتو كوريليشن ما بين ده وده نفس الاوتو كوريليشن لو انا شفت عند ده مثلا اتنين، والاوتو كوريليشن اللي انا ايه شفت عنده اتنين. حلو. يكون الاوتو كوريليشن ما بينهم او الكوريليشن ما بينهم او الكوفاينس ما بينهم بيكون بيديبند على التايم شيفت بس، يعني اي اتنين راندوم فاريبلز او عند تايم سامبلز مختلفين يكون الكوريليشن ما بينهم زي اتنين تانيين مالهم شيفتد في التايم، تمام كده؟ طيب مفيش مشكله. حلو. بس ليه سميناها اوتو كوريليشن؟ هنجيلها واحنا بنتكلم، حاضر، مش هنزعل من حاجه، تمام كده؟ طيب مفيش مشاكل. حلو. يبقى انا نفسي اجيب الوايت سنس ستيشن.
في حاجه كمان كده بتيجي، هي بقى ايه، بتقول دي بتيجي كتير تمام كده، وهي نوعها ستريكت سنس ستيشن تمام، وبتظهر عند مين، حاجه اسمها الاندبندنت اند ايدنتيكال ديستريبيوشنز، اللي هي شبه الهيت والتيل دي. بيقول لي ايه، بيقول لي ان هتلاقي عند التايم سامبل ده الديستريبيوشن ده هو اكزاكت زي الديستريبيوشن عند التايم سامبل تاني تمام كده، ولكن الديستريبيوشن عند التايم سامبل ده اندبندنت عند التايم سامبل ده، اندبندنت عند التايم سامبل ده، اندبندنت عند ايه، عند التايم سامبل ده، كلهم اندبندنت عن بعض تمام كده، ليهم ايدنتيكال ديستريبيوشن واندبندنت. ده اكزامبل مين، ده اكزامبل النويز. حلو، دي حاجه هتاثر عليا وهتبقى حاجه بالسلب ومش حاجه انا مش حاببها تمام كده. طيب ولكن انا نفسي ايه، بما ان الاي اي دي ده كده بيأثر عليا بالسلب، انا كان نفسي ان الداتا او البيتس اللي انا ببعتها تبقى بنفس الشكل ده. ليه؟ هو احنا ليه واخدين الاكزامبل بتاع الهيد والتيل او بتاع الفريكوينس ده؟ طيب تعالى كده نأسوشيت كل هيد وتيل براندوم فاريبل، اقول ان الهيد براندوم فاريبل واخد عند قيمته واحد، والتيل يبقى لما قيمته زيرو يبقى هقول ده ايه؟ تبقى 101010 الاقيها ايه؟ الاقيها بقت 1 وزيروز، مش ده شكل البيتس اللي انا ببعتها تمام؟ يبقى انا نفسي ان تبقى عندي يعني ستريكت سنس، ده ستريكت سنس واي اي دي تمام كده، نفسي تبقى البيتس بتاعتي كده. ولكن انا ببص على الاكسبيرمنت بتاعت الهيد دي، انا واخد ايه؟ واخد عند تايمز ديسكريت تمام كده؟ حلو، يبقى انا بقول ان انا واخد تمام كده تمام، دي تبقى عباره عن ايه؟ موجوده عند ديسكريت تايم سامبلز تمام كده؟ عند ديسكريت تايم سامبلز يعني دي عند تايم سامبل واحد وعند تايم ايه؟ سامبل اتنين، في النص مفيش. لكن انا البيت وانا ببعت البيتس ازاي؟ ببعت البيتس عباره عن زيوس وبعدين وانس بعدين زيوس بعدين ايه؟ بعدين وانس، فببعت البيتس هي بتبقى قيمه واحده بس هي حاجه ايه؟ كونتينوس لانترفال معينه في التايم، فده اللي بيخليني ما تقدرش تتحقق ان هي تبقى ستريكت سنس ستيشنري، وبتنزل لمين؟ تنزل للوايت سنس ستيشن. طيب تمام، في حاجه كمان قلنا نوع بروسيس رابع وهنتكلم عنه، حاجه اسمها الاجوريك بروسيس. ايه الاجوريك بروسيس دي؟ هي البروسيس الاستاتكس بتاعتها اكروس التايم زي مين؟ زي اكروس الانسامبل. يعني لو انا جبت خدت لها المين كده، لو انا خدت لها المين هنا كده الاقي ايه؟ الاقي زي ان انا اخد لها ايه؟ اخد لها المين هنا، او بمعنى اصح وانا بجيب كده فيوريزيشن واحد اكروس التايم بسميها الافريج هنا، الاقي ايه؟ زي ان انا اجيب المين كده في اكروس فيوريزيشن واحد. طيب لما انا اجيب الاوتو كوريليشنز ما بين سامبل ده وسامبل ده، الاقي اكني ايه؟ جبت الافريج ما بين الريلايزيشن ده والريلايزيشن ده تمام كده؟ تمام، بلاقيها ان هي الستاتيك بتاعتها لو انا مشيت كده تمام هتديني نفس اللي انا همشي كده. شفت السيمتريك ماتريكس لما تعملها ترانسبوز مش هي هي؟ تمام، هي نفس الحكايه، ان انت مشيت يمين مشيت شمال انت هتشوف نفس الايه؟ مشيت يمين او فوق وتحت هتشوف نفس الارقام تمام؟ ودينا اكزامبل كده، قلنا لو انت عندك امتحان فعايز تذاكر تعمل ايه؟ هتذاكر ليكتشر هتذاكر او ليكتشر تمام كده؟ تخلصها من اول ليكتشر لحد تاني لاخر ليكتشر، وبعدين بعد ما خلصت الليكتشرز تروح تحل الشيتس، خلصت الشيتس تروح تحل الامتحانات. ده لو عملت كل واحده تمام وبشكل مظبوط انت هتبقى يعني هتأدي في الامتحان حلو. طيب الكيس الثانيه ان انت تقول لا انا همسك الماده واقسمها توبكس، اخلص التوبك الاول احل عليه مسائل الشيت، احل عليه مسائل الامتحانات، بعدين التوبك الثاني شيت امتحانات، التوبك الثالث شيت امتحانات وهكذا تمام. ولو مشيت مظبوط هتوصل، الاثنين المفروض يوصلوك لنفس النتيجه لو انت اشتغلت كويس. حلو، فدي دي نفس فكره ايه؟ نفس فكره الالجوريك بروسيس، ان انت لو مشيت اكروس التايم او اكروس السامبل الواحد هتلاقي ايه؟ توصل لنفس الريزلت، يعني مين هيساوي افريج. طيب تمام كده مفيش مشاكل. طيب دي هحتاجها في ايه؟ لما نوصل لها نقول. طيب حلو، يبقى انا عايز اتكلم ايه؟ على الاستاتكس بتاعت الراندوم بروسيس اللي انا عملت لها منشن من شويه. ايه بقى؟ الفيرست مومنت انا لو عندي راندوم بروسيس بحسب لها المين. المين هو ايه؟ هو الاكسبكتيشن بتاع الراندوم فاريبل تمام. طيب انا الراندوم بروسيس دي بقت مالها؟ هي عباره عن راندوم فاريبل فانكشن في التايم، يبقى المين اللي هيطلع ايه؟ فانكشن في التايم تمام كده. طيب يبقى الاكسبكتيشن بتاع الراندوم بروسيس مع ايه؟ مع التايم تمام. تاني حاجه السكند مومنت، سكند مومنت كنت بحسب مين؟ كنت بحسب زمان سكند سنترال مومنت اللي هو الفاريانس تمام كده، او الكوفاريانس تمام. انا بحسبه ليه؟ لجوينت ديستريبيوشن. طيب انا هنا عايز احسب ايه في سكند؟ بجيب ريليشن ما بين اتنين راندوم فاريبلز تمام، لو هما كوريتد ولا لا، صح؟ اللي كنا بنجيبه من كوفاينس. طيب يبقى انا بقول عندي ايه؟ عندي الاي اكس اوف تي 1 وتي 2 هو عباره عن ايه؟ اكسبكتيشن الاكس تي 1 ومين؟ والاكس ايه؟ تي 2 تمام كده؟ طيب اللي هي كانت ببساطه اكسبكتيشن اكس وواي. طيب فين الجزء الثاني بقى ماينس المين ومين؟ حلو، انا هنا انترستد بايه؟ وهنا عايز اعمل ايه؟ والله انا بروح احسب المين، حلو كده؟ تمام،
وبروح اجيب الاوتو كوريشنز. انا كنت عايز ابقى انترست بمين؟ بالوايت سنس ستيشنري. صح، وايت سنس ستيشنري اللي هي مالها، اللي هي المين بتاعها ثابت، والاوتو كوريشن تكون بتعتمد على مين؟ على التايم ديفرنس. يعني تطلع ايكويشن فيها فانكشن فيه تي 1 ناقص تي 2 عشان تبقى وايت سنس ستيشن. ده اللي انا انترستد بيه وده اللي انا بدور عليه، تمام كده؟ طيب فبما اني انترستد بده، ده ماله؟ ده كنت ثابت مع التايم. حلو، يبقى انا لو وصلت ان هو ثابت وجيت طرحته من هنا، جيت اقول ان هي ناقص مثلا السي سكويرد او المين سكويرد يعني، فانا ما عملتش حاجه، انا زودت تيرم وخلاص. ما انا كده خلاص، طالما طلعت ان دي ثابته يبقى التست مشي، وانا واحد ايه اضطر ابص على دي، فيبقى ايه، يبقى الموضوع مش محتاج ايه، مش محتاج ايه التفاصيل، تمام كده؟ طيب بس يبقى انا خلاص، انا هي كنت انا بجيب الكوفيرنس ازاي؟ كنت بجيب حاجه اسمها السنترال سكند مومنت، اللي هي مين؟ الاكسبكتيشن بتاع الاكس ماينس المين والواي ماينس المين. انا قلت خلاص انا مش محتاج ابص على المين، ان انا اكسبكتد ان المين بتاعهم يبقى ايه كلهم ثابت. ده في حالتي ان انا بتكلم على ايه، على وايت سنس ستيشن. طب اشمعنى وايت سنس؟ انا هشتغل على وايت سنس، لو مش وايت سنس هقول ان انا مش هكمل البروسيس دي اصلا، تمام كده، او مش هتعامل معاها. طب ان انا لسه ما اعرفش اتعامل معاها ازاي. حلو، فدي هتسمى ايه؟ هتسمى الكوريليشنز، تمام كده. بتشوف الكوريليشن ما بين اثنين راندوم فاريبلز في نفس الراندوم بروسيس، ايه العلاقه ما بينهم. حلو، طيب انا هدفي ايه؟ ان هي تبقى وايت سنس، تبقى بتطلع اي فانكشن في التايم ديفرنس اللي هنسميه تاو او وهكذا. طيب ليه بقى بتتسمى اوتو كوريليشنز؟ بتتسمى اوتو كوريليشنز لسبب بسيط جدا، ان قبله اول ما يطلع قدام، تمام. وهل ممكن تسمى حاجه غير اوتو كوريليشنز؟ اه ممكن تسمى حاجه غير اوتو كوريليشنز، تمام كده. طيب فممكن اقول ان هي اوتو كوريليشن عن تي 1 وتي 2، اكتبها اكسبكتيشن اكس اوف تي 1 واكس اوف تي 2. اقول ايه، هناخد التي كجنرال واقول ايه ده ثيت تايم شيفت اللي هو تاو، فطلعها على الاوتو كوريليشن اوف التايم شيفت اللي ما بينهم او التايم ديفرنس ما بينهم تاو. طيب تعالى نروح نشوف كده شويه الخصائص بتاعتها. شويه الخصائص بتاعتها بقول ايه بقى؟ بقول ان الاوتو كوريليشن بتاعت تي 1 وتي 2 هي اكسبكتيشن اكس اوف تي 1 في اكس اوف تي 2، اللي ممكن تبقى اكسبكتيشن اكس اوف تي في اكس اوف تي زائد تاو لو انا خدت تي كحاجه جنرال يعني مش سبيسيفيك تايم، يبقى التاو هي التايم ديفرنس ما بينهم، يبقى ممكن اكتبها ايه؟ ار اكس اوف تاو. ودي مش خاصيه، دي بس طريقه كتابه، تمام كده؟ طيب دي بقى دي خاصيه وحاجه مهمه بستخدمها في المسائل، الا وهي ايه؟ بقول لو انا حسبتها عند تايم ديفرنس بيساوي زيرو، يعني ايه؟ يعني اكسبكتيشن عند اكسبكتيشن تي 1 وعند تي 1، يعني سيجنال مع نفسها، صح كده؟ طيب يبقى دي اكسبكتيشن الاكس اوف تي سكويرد، دي بتساوي مين؟ قلنا دي بتساوي التوتال باور. ليه؟ لان جبت السيجنال ضبطها، افترض ان الاكس راندوم بوست اه، بس هي في النهايه هتبقى سيجنال، مسكت السيجنال ضبطها في نفسها سكويرد، تمام. بعدين كمان الاكسبكتيشن عباره عن ايه؟ انك بتكامل تضرب في الديستريبيوشن ده، تمام، او اكنك بتقسم على ايه؟ بتقسم على الـ على الانترفال بتاعتها، لان بعض الحاجات هي الديستريبيوشن بتاعها بيبقى ريليتد بالانترفال اللي هي فيه، تمام كده؟ زي اليونيفورم مثلا. فدي نفس فكره مين؟ نفس فكره الباور. طب هتقول لي ان الديستريبيوشن مش ممكن يبقى شكله مختلف، فقلنا اصلا هو الديستريبيوشن بيمثل ايه؟ طريقه توزيعها، فهي متوزعه هنا في الاماكن دي اكتر، فلما تضرب في الديستريبيوشن فهي دي طريقه ادق انك تحسب بيها الباور. فالشكل ده بيحسب لي مين؟ بيحسب لي الباور، التوتال باور بتاع السجن، تمام. ده عند الزيرو. الاكستريم الثاني اللي بدل ما اقول الزيرو اقول هي عند كام؟ اقول هي عند انفينيتي. يعني ايه عند انفينيتي؟ ان الار اوف تاو اوتو كوريليشن عند تي 1 وتي 1 زائد انفينيتي. طيب جميل جدا، دي بقول ايه؟ دي بوصلها كده ان هي الاوتو كوريليشن اكسبكتيشن الاكس اوف تي 1 في اكسبكتيشن اكس اوف انفينيتي. لحظه، انا طالما كتبتها بالشكل ده فصلت الاكسبكتيشن دي معناها ايه؟ معناها ان هم ان كوريليتد، تمام كده؟ ولا لا، هم اندبندنت، تمام؟ طيب طلعت ان الاكس واحد، الاكس عند تي 1 والاكس عند تي انفينيتي اندبندنت. الكلام ده جه منين؟ طيب بص يا سيدي، انت دلوقتي ايه وجه الشبه ما بينك وما بين جد 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 جدك، تمام كده؟ شخص كان عايش من 200 سنه، حلو؟ في تشابه ما بينهم؟ في علاقه ما بينكم؟ لا، انت ممكن شويه جينات بس، لكن الوضع البيئه والعصر اللي كان عايش فيه غيرك وتفاصيل حياته كل حاجه مختلفه تماما عنك، فانتوا الاثنين اندبندنت عن بعض، تمام؟ هي دي نفس الفكره، ان السامبل عند تايم معين وتايم بعيد عنه جدا قوي لدرجه ان هو بيحصل بعد مده ضخمه، يبقى ايه؟ يبقى اندبندنت، تمام كده؟ فبما انهم اندبندنت فصلت الاكسبكتيشنز، فصلت الاكسبكتيشن ده مين؟ ده المين بتاع السيجنال، وده مين؟ ده نفس المين بتاع السيجنال، يبقى ده عباره عن ايه؟ المين سكوير. طيب هو المين كان بيقول لي ايه؟ المين كان عباره عن الافرج بتاع السيجنال، صح؟ تمام. طيب الافرج ده او كنت بسميه اسم تاني، كنت بسميه ايه؟ بسميه دي سي، صح؟ يبقى انا بقول دي سي في نفسه اللي هو مين؟ اللي هو الدي سي باور، تمام. يبقى عند الانفينيتي هي الدي سي باور،
دي كده دي تاني خاصية بستخدمها ساعات في المسائل. طيب تالت بقى خاصية، ودي بتبقى لو انا عايز اتشيك هو اللي طالع معايا ده فاليد ولا لا، كنت بقول ان الاي اكس اوف ماينس تاو دي بعمل ايه؟ بقول ان انا بدل ما اتكلم على تاو اللي هي تايم ديفرنس بلس، هتكلم تايم ديفرنس بالنيجاتيف. المفروض انا متوقع ان هي تطلع لي ايه؟ تطلع لي زي ما هي، ان هي ستيل تايم ديفرنس يعني. طب هثبتها ازاي؟ قول لي اكسبكتيشن اكس اوف تي وفي اكس اوف تي ماينس تاو. حلو، لو شلت التي ماينس تاو حطيتها ايه؟ تي اتنين دامي راندوم فاريبلز عادي، دامي فاريبل عادي اللي هو التايم يعني، عملت تشينج اوف فاريبلز، تطلع معايا ايه في الاخر؟ الاقي ان هي بقت عباره عن تايم شيفت تاني، ودول الاثنين مضوبين فممكن ابدلهم، فترجع في الاخر ان هي ايه؟ الاكسبكتيشن بتاعت ايه؟ التاو، الاوتو كوريليشن بتاعت التاو. تمام كده؟ طيب ده بيقول لي ايه بقى؟ دي كده رول، دي بتاعت ايه؟ دي رول بتاعت الايفن. تمام كده؟ يعني السيجنال دي كده ايفن، تمام، والسيجنال دي كده سيمتريك حوالين مين؟ حوالين زيرو. تمام كده؟ وبما انها ايفن وسيمتريك، طيب بصينا على الشكل ده، ظهر عندي اي هنا كونجكت؟ لا، طب ما ظهرش كونجكت، يبقى هي ايه؟ تبقى هي ريال. تمام كده؟ فيها مشاكل؟ لا، عظيم. طيب اكمل على اللي بعده. بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي الار الاوتو كوريليشنز عند تايم ديفرنس زيرو اكبر من الاوتو كوريليشنز عند اي تايم تاني. طيب ده جه منين؟ بص يا سيدي، الموضوع ببساطه كالتالي، انت شبه نفسك قد ايه او تعرف عن نفسك قد ايه مقارنه بابن عمك، مقارنه بزميلك بالدفعه، مقارنه باي حد تاني تعرفه، انت او انت كل واحد فيكم يعرف عن نفسه اكتر من اي حد تاني. تمام؟ فهي نفس الحكايه كده في راندوم فاريبلز، الراندوم بروسيس او راندوم فاريبل مع نفسه هو شبه نفسه اكتر من ما يكون شبه اي حد تاني، فبالتالي ان السيلف كورليشنز ده هو ايه؟ هو اقوى. تمام كده؟ طيب دي كده شويه خصائص استخدمناها والموضوع بسيط. نبدا بقى ايه؟ ندخل في الجد. ايه الجد؟ يعني اللي فات ده كان بسيط. الجد هنا بقول ايه؟ بقول ان انا الفري ترانسفورم بتاع الاوتو كورليشن ده، لو انا خدت الاوتو كورليشن ده وعملت له فري ترانسفورم هيطلع لي حاجه مهمه جدا، الا هو ايه؟ حاجه اسمها الباور سبيكترال دينسيتي. يعني ايه باور سبيكترال دينسيتي؟ طيب او ليه؟ انا كنت بقول ايه او استفدت منه ايه؟ انا عندي سيجنال ديترمينستك عاديه كده، رحت عايز اشوف شكلها في الفريكوينسي دومين، كنت بعمل لها الفري ترانسفورم. تمام كده؟ طيب ده عشان هي ديترمينستك. طب انا الراندوم سيجنال مالها؟ هي مش ديترمينستك، هي مالها؟ هي راندوم، امبليتيود راندوم. فانا عشان اجيب فري ترانسفورم الحاجه ما اعرفش اجيبه راندوم، لازم اعرف اجيبه ايه؟ الحاجه ديترمينستك. فعشان اجيبه الحاجه ديترمينستك هعمل ايه؟ قول هو فري ترانسفورم بتاع سيجنال ديترمينستك. طب ايه ديترمينستك؟ انا مش بتكلم هنا على الوايت سنس ستيشن، الحاجات دي كلها بتكلم فيها على الوايت سنس ستيشن، ممكن حاجات منهم تبقى في الحاجات البار وايت سنس ستيشن عادي، لكن سبيسيفيك في الوايت سنس ستيشن تبقى ايه؟ يعني السيجنال الاوتو كوريليشن بتاعتي بقت بتدبند على التايم ديفرنس، يعني فانكشن في التايم ديفرنس، وانا طلعتها ثابته. حلو كده؟ تبقى الاوتو كوريليشنز هتطلع حاجه مش راندوم، هتطلع حاجه ديترمينستك، فاقدر اجيب لها الفري ترانسفورم. طيب حلو، يبقى ايه الفري ترانسفورم بتاع الاوتو كوريليشن؟ هو يديني ايه؟ شغل السيجنال في الفريكونسي دومين. طيب في بوينت بقى، دي انا بقول باور سبيكترال دينسيتي، يعني الباور المتوزعه على الفريكونسي مش فولتج سبيكترال دينسيتي مثلا. طيب انا الديترمينستك العاديه كنت بجيب ايه؟ بجيب السيجنال اعمل لها الفوري ترانسفورم. هنا بجيب مين؟ بجيب السيجنال مضروبه في نفسها، ادي السيجنال مضروبه في نفسها، يبقى دي ايه؟ الباور. تمام؟ متوزعه على التايم مثلا. تمام؟ او الباور بتاعت السيجنال بالتايم، محتاجه اكمل على التايم يعني عشان احسب التوتال باور. حلو؟ طيب او دي كانت الانستنتينيوس باور. حلو، يبقى انا بحاول انستنتينيوس باور. تمام كده؟ يبقى هيديني ايه؟ هيديني باور في الفريكونسي دومين. الموضوع بسيط. تمام كده؟ طيب في بوينت تانيه نحتاجها في بعض المسائل، الا وهي ايه؟ انا السيجنال بتاعتي كانت بيريودك، ايه اللي يحصل؟ ان الاوتو كوريليشن بيريودك بنفس البيريود. نعمل لها بروف إيه ان الاثنين بيريودك بنفس البيريود. تمام؟ هقول ايه؟ اجيب الاوتو كوريليشن التي زائد تاو. حلو؟ علما ان السيجنال هي بيريودك بنفس السيجنال ايه؟ التي كابيتال دي. حلو، فلما اجيب الاوتو كوريليشن ده هكتبه زي اكسبكتيشن اكس اوف تي 1 زائد اكسبكتيشن اكس اوف تي 1 زائد تاو زائد ايه؟ زائد الكابيتال تي اللي هنا دي. طيب مش الاكس كانت بيريودك اصلا بكابيتال تي؟ يبقى الاكس تي 1 زائد تاو بيريودك برضه لسه بكابيتال تي، فده تطلع في الاخر ايه؟ اكس اوف تي 1 مضروبه في مين؟ اكس اوف تي 1 زائد تاو. تمام كده؟ اللي هي رجعتني لمين؟ رجعتني للاوتو كوريليشن اوف تاو. تمام كده؟ يبقى لو سيجنال بيريودك الاوتو كوريليشن بيريودك، مش شرط الاوتو كوريليشن يبقى بيريودك بنفس البيريود، يعني ممكن يبقى ايه؟ دي تبقى بيريودك مثلا باربعه، ده يطلع بيريودك باثنين اللي هي المالتيبلز بتاعتها، هما الاثنين كومن في في البيج بيريود يعني. تمام كده؟ بس حلو، نبدا نشوف ايه الباور سبيكترال دينسيتي، ناخده ونفعص فيه شويه ونحاول نفهمه. هو مين الباور سبيكترال دينسيتي؟
فيرس بيك تدريسي هو الفيوتشر شو بتاع الاوتو كوريليشنز. طيب هل احنا اتعلمنا معاه شويه؟ اه إيه، انت مش فاكر الرسمه دي؟ دي من اول محاضره في الترم اللي فات، تمام كده. دي كانت بتقول لك ايه، ده شكل البار متوزعه عندي على الفريكونسي، لازم نتعامل معاها. طيب كنت انا بقول انا لو جيت احسب البار كده، لو انا جمعت من سالب انفينيتي لانفينيتي كده هعمل ايه؟ الاقي هنا ان مفيش باور، هنا بقى في باور، هنا مفيش باور، اجمع الباور اللي موجوده هنا، صح؟ فده اللي كان بيحصل معايا. كنت انا بقول عشان اجيب التوتال باور هاخد الباور سبيكترال دنسيتي ده واجمعه من سالب انفينيتي لانفينيتي، وده يديني مين؟ التوتال باور. طيب هو مش كنت انا بجيب التوتال باور ده برضه بشكل تاني اللي هو مين؟ الاوتو كوريليشن عند الزيرو. يعني لو اداني معلومه كده، اداني رسمه الباور سبيكترال دنسيتي وطلب حسب يجيب شويه حاجات عن الاوتو كوريليشنز او ماكسيمم الاوتو كوريليشن دي الباور سبيكترال دنسيتي، ممكن انتجريت عليها ويشوف الفاليو هتطلع بكام، تبقى دي ماكسيمم فاليو للاوتو كوريليشن. دي ممكن حاجه. طيب لو انا عايز اجيب بقى الباور سيجنال او الباور في ريجن معين هعمل ايه؟ هنتجريت من فريكونسي اول لفريكونسي التاني، تمام كده، على الرينج بتاع الفريكونسي بتاعي هحسب الباور بتاعتي والموضوع بسيط. طيب حلو ماشي، احنا نفتكر بقى ايه؟ قلنا ان الاوتو كوريليشن هي ايفن ريال سيمتريك، صح؟ طيب الفيو ترانسفورم كان بيتعامل مع ايه؟ مع سيجنال الايفن ريال، كان بيطلعها لي ايفن ريال برضه. يبقى الاس الباور سبيكتر دينسي اوف اف هيساوي مين؟ الباور سبيكتر دينسي اوف ماينس اف، تمام كده، ان السيجنال هتبقى سيمتريك، تمام مفيش مشكله. طيب انا قلت الاوتو كوريليشن هو عباره عن سميشن بتاع ايه؟ اتنين راندوم فاريبلز. اوتو كوريليشن اكس ده هو كان عباره عن سميشن اوتو كوريليشن لراندوم فاريبل اكس واحد وراندوم فاريبل ايه اكس اتنين، وكل واحد اتضاف في كونستنت. طيب انا عايز اجيب ايه؟ عايز تبص على الباور سبيكتر دينسي بتاع الريزلت بتاع ده، تمام كده. افتكر ايه؟ افتكر ان الفوري ترانسفورم كان لينير ترانسفورميشن، اللي هو كان مبني على اضف اكسبوننشال وانتجريشن، فكان لينير. فاقدر اقول ايه؟ لو انا داخل له لينير انبوت فهيخرج منه لينير اوت، فيبقى الباور سبيكتر دينسيتي بتاع المحصله بتاعت الراندوم فاريبل زون يساوي الباور سبيكتر دينسيتي بتاع الاول في الباور سبيكتر دينسيتي بتاع التاني. يعني بشرط ان تكون الاوتو كوريليشنز بتاعتهم بتتكتب بالشكل ده، مش اي اتنين راندوم فاريبلز هعمل فيهم كده. انا كتبت الاوتو كوريليشنز التوتال بتساوي واحد زائد التاني، اقول ان الباور سبيكتر زائد التوتال بيساوي الباور سبيكتر بتاع الاول زائد التاني، تمام كده يا شباب؟ ماشي مفيش مشاكل. حلو، نروح نبص على ايه؟ نبص على النويز. ليه النويز؟ انا اتكلمت على الاوتو كوريليشنز، تمام كده، اتكلمت على الباور سبيكتر دينس، فانا محتاج ابص على حاجه فيها بسيطه. طيب النويز كنت بقول ايه؟ اديتيف وايد جاوس النويز. حلو، النويز النوتيشن اللي هنديه لها هقول ان هي زد تنتمي او يعني هي تتبع النورمال ديستريبيوشن اللي هو الام دي، وافتح براكتس كده مين الزيرو ده؟ ده المين، وبعد كده الفاريانس بتاعها. طيب هي ليها زيرو مين وليها الفاريانس ان نوت على الاثنين بدل سيجما سكوير. طب ليه بنكتب ان نوت على الاثنين؟ لما نيجي نحسب قدام حاجه اسمها السيجنال تو نويز ريشيو، احنا عارفينها اوريدي، يعني ان هي بتطلع فانكشن في ان نوت، فان نوت على الاثنين في الفاريانس دي هتبقى ريليتد بالباور بتاع النويز بان نوت، وهنشوف هنوصل لها ازاي. فالنوتيشن الغالب اللي هنديله الفاريانس كام؟ ان نوت على الاثنين. طيب تمام حلو، كنت بقول ايه؟ ان هي اديتيف، ان هي وايت، تمام كده. اديتيف يعني ايه؟ ان هي بتتجمع على السيجنال. وايت يعني هي قيمتها ثابته اكوس الفريكونسي كلها، تمام. تاني ايه؟ هي جاوسيان، يعني هي بتاخد الجاوسيان ديستريبيوشن الجاوسيان شيب، اللي هي عباره عن مجموعه راندوم فاريبلز كلهم اندبندنت بيتحركوا بحركه ما عليهمش كونسترينز، بيعملوا كوليجن، بيعملوا انترفيرنس او بيتدخلوا ايا كان هي بتحصل نويز في اي ديفايس بالظبط، هل هي الكترونكس او واير او في الفري سبيس يعني او في الاير. فعلى حسب طبيعه الميديم هي طبيعه النويز بتختلف، بس الكونسبت واحد، عند فاريبلز كتير يا اما بيموفوا يا اما بيتجمعوا على بعض، كل واحد جاي من سورس مختلف اندبندنت عن بعض، فبالتالي فالريزلت بتاعتهم كانت بتديني حاجه اسمها النورمال ديستريبيوشن او جاوسيان ديستريبيوشن. طيب تمام، قلت انا النويز دي ايه؟ انا قلت ان النويز دي عباره عن مجموعه راندوم فاريبلز كتير، تمام كده، عملوا لي راندوم بروسيس كلهم اندبندنت عن بعض. فاللي هيجي لي عند لحظه تايم اندبندنت عند لحظه تايم تانية اندبندنت عند لحظه تايم التالتة، لو جيت احسب الاوتو كوريليشن ما بينهم هلاقيهم كلهم اندبندنت عن بعض، فالاوتو كوريليشن كلها بتبقى بزيرو، ما عدا حاجه واحده بس، ان كل واحد هو بيطلع ايه؟ السيلف اوتو كوريليشنز هيطلع ايه؟ هيطلع موجود، لان الراندوم فاريبل هيبقى ايه؟ ليه اوتو كوريليشن مع نفسه، تمام كده؟ او ليه ايه؟ كنا بنسميها فارينس مع نفسه، وفارينسز مع بقيه الناس التانيين، بس هو فارينس مع نفسه هيبقى موجود، بيطلع ايه؟ هيطلع بدلتا، قيمته كام؟ ان نوت على الاثنين. طيب تمام، انا مش كنت بقول ان الاوتو كوريليشنز لما اجيب له فري ترانسفورم يديني الباور سبيكتر دينسيتي، واحنا اتفقنا من زمان ان الباور بتاعت النويز هي ايه؟ هي حاجه ثابته كده اكوس الدي سي اكوس الفريكونسي، تمام. فانا هجيب اوتو كوريليشن بتاع دلتا احولها النويز اديني دلتا قيمتها ان نوت على الاثنين.
اعمل لها ايه؟ احولها بالفوريير ترانسفورم دلتا تديني ايه؟ تديني دي سي. لو هو قيمته واحد هيديني واحد، قيمته ان نوت على اتنين هيديني ان نوت على اتنين، بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاف. لو اوميجا بيتضيف في 2 باي، اه تمام، ده دلتا هنا بقى ايه؟ بقى حاجه وايد كده، تمام؟ ودي من خصائص النويز. يعني لو احنا جينا بنعمل في كود او في حاجه بنستخدم على النويز، انت ممكن تبدا جينيكال كده ان انت تعملها ايه؟ تعملها النويز بتاعتها بواحد، حلو؟ تديها الباور بتاعتها بواحد، تمام كده؟ وبعدين تقول ايه؟ او تعملها الفارينس بتاعها بواحد، وعشان تغير الفارينس تضرب في الباور. او خلي الموضوع ده ممكن ناخده تبسيط اكتر لما نطلع قدام شويه نتكلم على الباور بتاعت النويز، ايه الريليشن ما بين الباور بتاعت النويز والفارينس، تمام كده يا شباب؟ طيب نتوكل على الله. نص لها مين؟ نص لها الالجوريك بروسيس. يعني ايه بقى الالجوريك بروسيس؟ حلو، احنا لسه متكلمين عليها، قلنا هي ايه؟ هي حاجه ليها ايه؟ الاستاتكس بتاعتها اكوس التايم بتساوي مين؟ زي ايدنتيكال بالظبط الايه؟ اكوس الانسامبل الواحد او اكوس كل سامبل. طيب تمام، ده بقى معناه ايه او احنا محتاجينه؟ طيب نبدا نمسك في معناه. اول حاجه يعني ايه الاستاتكس؟ احنا اتكلمنا على المين والاوتوكورليشن، يبقى المين اكوس يعني المين مع الريلايزيشنز، اخد تايم سامبل واحد واجيب له تايم سامبل واحد واجيب له المين، تمام كده؟ الموضوع ده ايه؟ يعني ادي دي ريلايزيشنز، اول ريلايزيشن، تاني، التالت، الرابع، اخد اجيب كده المين ده اللي هو بيطلع فانكشن في التايم اللي كنت بحسبه كل انسامبل، هيساوي ايه؟ اكني جبت هنا ايه؟ جيت هنا وحسبت مين؟ ورحت حاسب الافريج. لو جيت حسبت الافريج على الريلايزيشن ده هيديني ايه؟ هيديني نفس المين ده، تمام كده؟ طيب ولو جيت قلت الاوتو كوريليشنز ان انا كنت باخد اتنين سامبلز كده كده، اتنين تايم سامبلز، واجيب الريليشن ما بينهم، الكوريليشن ما بينهم، تمام، المفروض ده هيساوي ايه؟ هيساوي ايه بقى؟ طيب تعالوا كده نبص. انا كان عندي، شايفين السيمبل ده كانت ايه؟ اكسبكتيشن اكس اوف تي، شلت الاكسبكتيشن وحطيت ايه؟ النوتيشن بتاع الافريج، تمام كده؟ فلما اجيب الاوتو كوريليشنز هشيل بس الاكسبكتيشن واحط مكانها مين؟ احط مكانها النوتيشن بتاع الافريج، فالاثنين نفس النوتيشن نفس الشكل. طيب انا ليه محتاج الجوديك؟ دي اول حاجه. طيب ليه بقى انا محتاج الجوديك؟ ده السؤال المهم. وانا لو ببعت حاجه في كوميونيكيشنز بقول اعمل السيستم ده ايه؟ عشان ابعت داتا، فابعت ريزيشن، هبعت داتا لمده طويله كده من التايم، ده ايه؟ ريزيشن الاول، وبعدين عشان اعمل الاستادي واتاكد ان هو صح عشان اجيب المين يعني والاوتو كوريشن بتاعت الحاجات اللي عملناها الاستادي، ابعت ريزيشن تاني وابعت التالت لحد ما اوصل لريزيشن رقم انفينيتي، تمام؟ هبعت عدد ضخم من ريزيشن. يعني ايه؟ هبعت اول مره لمده معينه في التايم وبعت، وبعدين ارجع اعيد تاني وارجع اعيد تاني في وقت تالت وفي وقت رابع، ابعت لنفس المده واسجل الحاجات كلها ويتنس كلها التايم بيبقى ويتنس عليها او كلها ريفيرد لنفس التايم، وابدا ايه؟ ابدا اسميهم ببعض واعمل البروسيس بتاعتي. فانا محتاج عشان اعمل الاناليسيس بتاعي ده او اعمل حاجه براكتيكال اعمل كام؟ انفينيت نمبر وفي ايه؟ وفي ترانسميشنز، تمام كده؟ ان انا ابعت عدد ضخم من الترانسميشن، تمام كده؟ وبعد كده اعمل له ايه؟ ريبيتيشن انفينيت نمبر، تمام كده؟ طيب اوف تايمز يعني ريبيتيشن انفينيت نمبر اوف تايمز، حلو، ده ما فيهوش مشكله. هل بقى ده اقدر اعمله؟ الموضوع صعب، ليه اقعد ادرس عدد ضخم من الريجلايزيشنز؟ طب ما انا ممكن لو انا قلت انا هشتغل على الجوتيك بس، واعمل ايه؟ واشتغل على ريجلايزيشن واحد بس، هاخده اعمله ايه؟ اعمل له ران لوقت طويل، حلو؟ ده اللي احنا قلناه في اول الكورس اصلا، ان انا عشان ادرس الموضوع ده ببعت عدد مليون بت، تمام كده؟ لمده طويله واشوف اللي هيجي لي ايه، فاعمل اخد ريزيشن واحد سنجل ريزيشن اعمله ران لمده طويله واشوف الايه، شوف اللي هيطلع معايا منه، تمام؟ ده بس انا ليه محتاج الجودك. هي بدل ما هعمل انفينيت نمبر اوف ريزيشنز، كل واحده بتبقى انفينيت نمبر اوف يعني واخده وقت انفينيت، قالوا لا هاخد ايه، واحده الوقت بتاعها انفينيت واعملها مره. طب انا هل هقدر اعمل حاجه انفينيت؟ لا، يعني هتبقى حاجه ليميتد تايم، تمام؟ وفي الغالب يعني احنا ممكن نقول ايه، لو انا مش قادر اعمل حاجه انفينيت ممكن اعمل حاجه فاينايت كده في التايم مده معينه، واعمل ايه؟ واخد منها مثلا في حدود 10 رايزيشنز مثلا، تمام؟ واخد ايه؟ اجيب الافريج اكوس التايم وبعدين الافريج اكوس الرايزيشنز كده، تمام؟ بحيث ان الدنيا تبقى مظبوطه يعني، بس الكلام ده ممكن نعمله في الكود عشان نظبط الدنيا، فهنبقى فاهمين ان انا ايه؟ الايجودك هعمل ايه؟ هبعت لمده طويله قوي، وبعد ما ابعت لمده طويله كده خلاص انا الحاجات دي لو هي ايجودك يبقى الافريج بتاع السيجنال هو المين بتاعها. الافريج بتاع حاصل ضرب اتنين سيجنالز في بعض، السيجنال في نفسها بس متشفده، اديني مين؟ هيديني الاوتو كوريليشنز، تمام كده؟ طيب الافرج بقى هحسبه ازاي؟ بقول الافرج بتاع السيجنال ان انا باخد السيجنال، تمام كده، عايز اجيب لها الافرج، هجمعها اكوس التايم، تمام، نجيب الليزر اجمعها اكوس التايم، وبعد ما اجمعها اكوس التايم هعمل ايه؟ هسمع الانترفال اللي انا جمعت فيها دي،
بشوف طيب الكيس دي هتعمل ايه؟ اقول لما التايم ده اخده الانترفال كلها اللي هو من سالب تي لحد تي او من سالب انفينيتي لحد انفينيتي، تمام؟ طيب يبقى اكسبكتيشن اكس ايه؟ هيتكتب الافرج بتاع الاكس هيتكتب كده. طب الافرج بتاع الاوتو كوريشنز او الاوتو كوريشنز ان تايم هتبقى ايه؟ هتتكتب بالشكل ده، شلت الاكس وحط الاكس اوف في مين في الاكس اوف تي بلس تي، تمام كده؟ طيب ده عظيم. حلو، دي كده مين؟ دي كده الارجوريك بروسيس. طيب هناخد اكزامبل كده على الالجوريك على الموضوع الحاجات اللي خلصناها دي، وبعدين نروح ايه نروح نبص للشيت. طيب الاكزامبل بقى بقول ايه؟ بقول ان انا عندي سيجنال اكس تي وسيتا هي عباره عن ايه؟ دي وان بروسيس، تمام كده؟ طيب عباره عن مين؟ ايه كوزاين اوميجا تي زائد سيتا، ماشي؟ حيث سيتا دي ليها يونيفورم ديستريبيوشن من 0 ل 2 باي او من سالب باي لباي. احسب لي بقى مين؟ احسب لي المين بتاع الاكس اوف تي والاوتو كوريليشن بتاع الاوتو كوريليشن وقيمه السيجنال، تمام كده؟ او قيمه التوتال باور وبعدين الدي سي باور، هل هي وايد سنسيتيف ستيشنري؟ هل هي ارجوديك ولا لا؟ طيب واحده واحده، انا عايز ايه؟ عايز احسب المين، بس عايز ابص على حاجه هنا كده بسيطه. هو مين دي؟ مين دي؟ دي كانت ايه؟ ده عباره عن ايه؟ كوزاين اوميجا سي تي. طيب تعالى كده نروح للامبليتيود موديليشن، ايه المشاكل اللي قابلناها فيها؟ لو اتكلمنا في جزء القوام كده كنت بقول ان انا ببعت السيجنال، حلو، الريسيفر بيرسيف بنفس الكاير اول اللي هي بنفس الكوزاين، تمام، ولكن في مشكله صغيره كانت تحصل ان ممكن يبقى في فيز شيفت، ان ما بيبقاش مطلع ما فيش سنكرونايزيشن انف ما بين الترانسميتر والريسيفر، فيبقى ايه بيحصل حاجه اسمها فيز ميس ماتش. فاكرين احنا اتكلمنا على الموضوع ده، قلنا ان انا ممكن الترانسميتر يبقى باعت بكوزاين، تمام، والتاني يبقى ايه؟ يبقى الكوزاين بتاعته شيفت مثلا شويه، او قلنا الورست كيس ان هي تبقى ايه؟ تبقى طالعه بساين. طيب الموضوع ده السيتا دي بتتغير ازاي؟ قلنا السيتا دي هي بتتغير عادي من 0 ل 2 باي، هل ليها رينج معين تتغير فيه او في حاجه تحكمها او تقول ان في حاجه تبقى مفضله عن الثانيه؟ لا، فهي قلنا بتاخد ايه؟ يونيفورم ديستريبيوشن، تمام كده؟ فدي كيس من كيسز الانالوج كوميونيكيشنز او اي كوميونيكيشنز عموما، ان ده لو كارير بتكلم عليه وان انا هضرب في الاوسيليتور عشان انزله للاي اف باند او اللور باند بيبقى ايه؟ بيحصل فيز ميس ماتش. عايزين بقى ندرس الموضوع ده ونبص عليه عشان نشوف هنحله ازاي. هو ده اوريدي هما بيحلوه كده، بس احنا مش هندخل ازاي بنحله، احنا هندرس بس، تمام كده؟ طيب فانا عايز اجيب لها المين، حلو، المين هجيبه ازاي؟ وخلاص خد السيجنال، حلو، اكتب لها الديستريبيوشن بتاعها الاول. الديستريبيوشن بتاع مين؟ بتاع السيتا. الديستريبيوشن بتاع السيتا هيبقى ايه؟ هي يونيفورم، هتبقى من سالب باي لباي، والامبليتيود بكام؟ 1 على 2 باي، تمام كده؟ طيب تعالى كده نرسمها ليزر، ماشي اهي، تبقى ايه السيجنال كده، دي باي ودي دي سالب باي، والامبليتيود يبقى ايه؟ 1 على 2 الباي. فيها مشاكل كده؟ لا، تمام. طيب حلو، واقول ايه؟ طيب دي كده جبناها، عايز اروح احسب المين. المين هو ايه؟ عباره عن اكسبكتيشن الراندوم بروسيس ده. طيب اجيب الاكسبكتيشن ازاي؟ احنا عايزين نمسح. طيب تمام حلو، يلا مسحنا كله مفيش مشكله. طيب هقول ايه؟ هاخد الاكسبكتيشن، هاخد السيجنال، حلو، اكتبها اللي هي a كوزاين اوميجا تي زائد سيتا، a كوزاين اوميجا سي تي زائد سيتا، وبعدين اضاف الديستريبيوشن اللي هو الواحد على 2 باي، وبعدين انتجريت عليه. فنتيجه الموضوع ده ايه؟ هروح مطلع دي كده كونستنت بقى، بعد ما اطلع دي كونستنت بقى هقول ايه؟ انا بانتجريت مين؟ بانتجريت على كوزاين. انتجريشن على كوزاين هيبقى عامل ازاي؟ هقول ادي كوزاين اهي مثلا، تبقى عامله حاجه زي كده. فلما انتجريت هجمع الجزء البوزيتيف وبعدين هجمع عليه الجزء النيجاتيف، فهي كل ده بيروح لمين؟ كل ده بيروح للزيرو. ايه البوزيتيف هيساوي النيجاتيف، فيبقى المين بتاعي بكام؟ المين بتاعي بزيرو، تمام كده؟ حلو، يبقى انا وانا بتشيك هل هي واي سنسيتيف ستيشن، انا عايز المين يطلع كونستنت، طلع معايا المين كونستنت، تمام. ناقص يطلع ايه؟ يطلع ان الاوتو كوريشن ما بتديبند على مين؟ على التايم ديفرنس بس، مش على التايم. حلو، طيب تمام، تعال نحسب مين الاوتو كوريشنز. الاوتو كوريشنز هتبقى اكسبكتد اكس وفي اكس في تي زد، نكتبها اهي، تبقى ايه؟ كوزاين اوميجا تي زائد سيتا في مين؟ كوزاين اوميجا سي تي بلس تاو زائد سيتا، دي سيتا، وبقت ايه هنا؟ في ايه هنا؟ بقت ايه سكويرد على 2 باي، انتجريت من سالب باي لباي. طيب ده جميل عظيم، مفيش اي مشكله كده، حلو، خرج ده بره. ويت، انا ما اعرفش اكامل كوزاين بضربه في كوزاين، عشان اكامل كوزاين بضربه في كوزاين محتاج نعمل ايه؟ نفتكر المالتيبلكيشن رول بتاعت الكوزاين. المالتيبلكيشن رول بتاعت الكوزاين كانت عباره عن ايه؟ ان حاصل ضرب اي كوزاين في كوزاين بتساوي ايه؟ كوزاين المجموع زائد كوزاين الفرق، وكل ده مقسوم على الاثنين، نص كوزاين الفرق زائد كوزاين المجموع على الاثنين، تمام كده؟ مفيش مشكله. طيب لما نيجي نكامل هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا هنا دي بقت ايه؟ كوزاين 2 اوميجا سي تي زائد اوميجا سي تاو زائد سيتا، دي ايه؟ انا هكمل على سيتا، صح؟ هتبقى مين؟ اوميجا سيتا، تمام كده؟ اللي هي ما اختلفتش عندي،
اللي هي الاوميجا تي اتغيرت بس شكلها بقت ايه، بقت بالشكل ده قصدي، ما اختلفتش عن دي. فتمام، فالانتجريشن ده كله هيروح ايه، هيروح للزيرو. تمام، طيب والترم ده، الترم ده ما بيديبندش على سيتا اصلا، ده كونستنت، اطلعه بره الانتجريشن، يبقى انتجريشن على دي سيتا من كام، من سالب باي لباي، يبقى 2 باي في ايه، في قيمه الانتجريشن اللي خارج ده. تمام كده، طيب لقينا انا عندي 2 باي هنا، ممكن اطيرها مع ال 2 باي هنا، اتفضل عندي ايه، طلع عندي الاوتو كوريشن عباره عن اي سكويرد على 2 كوساين اوميجا سي تاو. طيب حلو، ده جميل كده، مفيش اي مشاكل. وين بقى، تعالى نتشيك ونقول ايه، انا عندي مين، هل انا عندي دي وايت سنس ستيشن ولا لا. طلع ان المين كونستنت، وطلع ايه، طلع ان الاوتو كوريشنز فانكشن في مين، في التاو اللي هي التايم ديفرنس. تمام كده، يعني دي كده وايت سنس ستيشن. تمام، قلت بقى عايز احسب ايه بعدها، قلت عايز احسب التوتال باور. التوتال باور هتساوي ايه، ان التوتال باور ان انا عوضت عن التايم ديفرنس بزيرو، او الاوتو كوريشن عند زيرو، هتساوي ايه، عوض عن الكوزاين دي بزيرو، هيبقى ايه، اي سكويرد على 2 كوزاين زيرو، اللي هي كوزاين زيرو بواحد، تبقى اي سكويرد على 2. تمام كده، مفيش مشكله. طيب محتاجين نحسب دي سي باور. حلو، او قبل ما احسب دي سي باور، خلينا كده عند الاي سي، عند التوتال باور، انا اعرف ايه عن الكوزاين دي. الكوزاين دي هي سيجنال بتتغير باوميجا تي، ليها ايه، ليها اي سي باور، اللي هي بتبقى ايه، الامبليتيود سكويرد على 2. يبقى انا من قبل ما اروح، انا المفروض عارف ان دي تطلع الاي سكويرد على 2، وطلعت معايا الاي سكويرد على 2، ودي تطلع مين بقى، دي تطلع بزيرو، انا ما عنديش دي سي باور، صح، ده اللي انا عارفه عن الكوزاين. المفروض وانا بعملها راندوم فيبل، الحاجات اللي هتدرسها تطلع لي نفس بالظبط، يبقى انا هبقى غلطان. طيب تمام، قول ايه، انا عايز احسب الاوتو كوريشنز عند انفينيتي. تمام كده، عشان اجيب الدي سي باور، هتساوي كونستنت السي اللي هي اي سكويرد على 2، يعني ممكن كسلت اكتبها. تمام، مضروبه في مين، في كوزاين عند انفينيتي. طيب كوزاين انفينيتي دي هتساوي ايه، الحقيقه انا مش عارف هي بواحد ولا سالب واحد، هي حاجه مش معروفه، هي حاجه مش ديفايند، صح، كوزاين عند انفينيتي مش ديفايند. حلو، خلاص انت عرفت ان هي مش ديفايند، يبقى الدي سي باور مالها مش ديفايند، مفيش دي سي باور متعرفه. يعني ايه، يعني مفيش دي سي باور، يعني الدي سي باور بصفر. يعني انا قلت ان السيجنال بتوسليت، هي بيريودك كده وبتوسليت، وان الافرج بتاع ان هي عند انفينيتي بقت مش متحدده، خلاص يبقى اقول ان انا ايه، مفيش دي سي باور. طيب دي دي كده كيس. طيب او ممكن اقول ايه، والله هي عند انفينيتي عماله تتغير من واحد لسالب واحد لواحد وهكذا، فانا مش قادر احدد هي بواحد ولا بسالب واحد. فانا ممكن اعمل ايه، اقول خلاص هات الافرج بتاعها عند انفينيتي. هي الافرج بتاعه الكوزاين عند انفينيتي هيبقى بكام، هيبقى واحد بسالب واحد، هيبقى بصفر. تمام كده، يعني ممكن اقول ان انا اجيب الافرج عند انفينيتي هلاقيه بصفر. ودي طريقتين نستخدمه، وممكن كل واحده بيبقى فيها مختلف، بس الاثنين يوصلونا واعرف استخدم دي ازاي ودي ازاي. تمام كده، طيب السؤال، لو كانت الكوزاين دي مرفوعه على دي سي، حلو كده، تعالى كده نحط الكوزاين دي كانت مرفوعه على دي سي. تمام، فدي هتساوي ايه، دي هتساوي الدي سي، الكوزاين عند انفينيتي زائد الدي سي اللي هو 2 مثلا. تمام كده، يبقى الباور هنا نوت ديفايند، لا انا هقول هي دي بتتكون ايه، بتتكون من جزئين، جزء موجود وديفايند عند انفينيتي، وجزء مش ديفايند عند انفينيتي. الجزء الديفايند عند انفينيتي هيديني ايه، ان الدي سي باور هتبقى بكام، الدي سي باور هتبقى ب2. طب الجزء اللي مش ديفايند هيقول لي ان الدي سي باور مش موجوده، يبقى الباور كده ساعتها هتبقى ب2. فعلى حسب السيجنال بتوصيت حوالين مين، لكن انا لو جيت ابص لها من ناحيه هي الافرج بتاعها عند انفينيتي تبقى بكام، جيت اقول ان الافرج بتاع السيجنال دي عند انفينيتي بتبقى بزيرو، ودي عند انفينيتي تبقى بكام، ب2، يبقى الدي سي باور بتاعتي ب2. تمام، دي وجهه النظر بس، نبقى فاهمين ازاي نتعامل معاها. طيب ماشي، قلت ايه، قلت خلاص دي جيت بس بحسب لها يعني الباور سبيكتروم دينسي بتاعها، ونشوف الموضوع لطيف. قول ايه، ان انا هجيب الفوريير ترانسفورم لاي سكويرد على 2 كوزاين اوميجا سي تي، اوميجا سي تاو. تمام كده، بالنسبه للتاو اغير تبقى ايه، كوزاين بحطها ايه، دلتا الفرق زائد دلتا المجموع على الاثنين، تبقى اي سكويرد على 4 دلتا اف ماينس اف سي بلس اف بلس اف سي. تمام كده، وممكن بدل الافات هكتب ايه، هكتب اوميجاهات. تمام، ويبقى ايه، ضربت في كام، هضرب دي كده في 2 باي في الليزر، دي كده في 2 باي، او ان انا ايه، اقول هي عباره عن الاي سكويرد على 2 مضروبه في ايه، في باي بس. تمام كده، في مشاكل؟ لا مفيش مشاكل. طيب نروح نتشيك بقى مين، تشيك جزء الجوديك. الجوديك انا عايز اعمل ايه، انا حسبت، بص وانا بحسب ان هي واي سنس ستيشن ولا لا، حسبت المين وحسبت الاوتو كوريليشنز. تمام كده، الجوديك محتاج اعمل ايه، محتاج اطلع ان المين هو هو الاوتو كوريليشنز. طيب ده هعمله ازاي، قول ماشي، ابدا هات الافريج بتاع السيجنال اكروس التايم، الافريج بتاع السيجنال، خد الاكس اوف تي كاملها. تمام، واحسب كوت تبقى ايه، عباره عن افريج كوزاين.
تمام، بتساوي تي لحد كام؟ لحد واحد على لحد تي، واقسم على واحد على اتنين تي لما تي تروح لانفينيتي. تمام، دي ممكن اقول ايه، اقول ان انا هعمل ايه، ان انا هبدأ اكامل حلو، وهشوف انا هرسم الكوزاين اهو لحد انفينيتي. تمام، وابدأ كام، في جزء بوزيتيف جزء نيجاتيف جزء بوزيتيف جزء نيجاتيف، ده هيطير ده لحد السيجنال في الاخر تبقى بكام، تبقى بزيرو. او قول ان ده اصلا كنت انا بعمل كده في البار، بدل ما كامل من انفينيتي من سالب انفينيتي لانفينيتي لاي حاجه بيريد، كنت بانتجريت على البريد واقسم ايه، واقسم على البريد بتاعتها. تمام كده، كوزاين هانتجريت على البريد. تمام كده، تطلع بكام، تطلع بزيرو. طيب مفيش مشكله، ده كده ايه، طلع المين بيساوي المين، حلو، الافريج بيساوي المين، ناقص اجيب ايه، الافريج اوتو كورليشن بتساوي الاوتو كورليشنز او الاوتو كورليشن التايم بتساوي ايه، بتاعت الانسامبل. حلو خلاص، هجيب الافريج بتاع اكس اوف تي مضروبه في اكس اوف تي بلس تاو، دي هتساوي ايه، اقول خلاص هتساوي الليميت للكلام ده. طيب يجي نقول ايه، دي عباره عن كوزاين مضروبه في كوزاين، صح، تبقى ايه، نشتغل معاها ازاي. حلو، هو اللاين اللي تحت يعني احنا ما عملناش حاجه، اللاين اللي فوق هي اللي كانت فيها الغلطه، واللاين اللي تحت ما عملتش حاجه. المفروض في اللاين ده يعني ان انا هفكها، يعني هنا المفروض اسكويرد على الاثنين، اسكويرد على اتنين باي، هنا مفيش اتنين باي، دي هبقى اظبطها كده وانا ببعتها لكم، بس دي هتبقى الكوزاين مضروبه في في الكوزاين، فكها ايه، هنا بكوزاين مجموع على كوزاين، كوزاين المجموع هنا كوزاين الفرق، اكمل على التايم هلاقي ان انا ايه، هلاقي ان انا الكوزاين دي هتطلع 2 اوميجا سي تي. تمام، فدي هتطير لان انا بكملها على التايم، ودي هتطلع مش بتديبند على التايم، اوميجا اوف تاو تبقى ايه، اوميجا دي هتطلع ايه، تطلع كوزاين اوميجا تاو. تمام كده، مضروب في ايه، في 2 تي، واقسم على ال 2 تي، وتطلع ايه، تطلع دي كده الافريج بتاعها ايه، كوزاين اوميجا اوميجا تاو، والامبليتيود المضروبه في مين، اللي هي الايه، سكويرد على الاثنين. تمام كده، كل ده هيطلع بيساوي الاي سكويرد على 2 كوزاين اوميجا سي تي. دي طريقه، في طريقه ثانيه كنت ممكن اقول ايه، ان الكوزاين بيريدك بيريد تي، حلو، والكوزاين اوميجا سي تي بلس تاو اللي هي كوزاين عملت لها شيفت بيريدك في بيريد تي، لما اضرب حاجه بيريدك بيريد تي في حاجه بيريدك ثاني في بيريد تي، المفروض يديني ايه، يديني حاجه بيريدك في مالتيبل من البيريد تي. تمام كده، يعني في الاخر دي هتبقى بيريدك ببيريد 2 تي. تمام كده، او يعني اللي هما اتنين زي بعض يعني اللي هي المالتيبليكيشن رول. تمام كده، فالاثنين هيبقى ايه، فده هيبقى بيريودك، فبما انها بيريودك مروحه كامل وانتجيت ايه على البيريود. تمام كده، فلما انتجيت على البيريود الكلام ده هيطلع ايه، الكلام ده نفس فكره الباور هنا، يعني الكلام ده في الاخر هيطلع ايه، هيطلع ان بيساوي اللي انا لسه حاسبه هنا، اللي هو كان بيساوي مين اصلا، بيساوي الحاجه بتاعت الاوتو كوريليشنز. الموضوع ده كده تمام، انتي اجودك وشكرا كده، تمام يا فندم، وده مظبوط. نروح بعد كده ايه، نطلع على الشيت ونشوف احنا عايزين نعمل ايه في الشيت. طيب الشيت فيه تقريبا 15 مسألة، هحل غالبا بتاع 12. تمام كده، هناخد حبة وبعدين ناخد بريك كده لما نفصل. تمام كده شباب. طيب بقول ايه، بقول عندي اكس واي هما اندبندنت راندوم فاريبلز، جيفن ذات الاكس يونيفورم ديستريبيوتد اوفر كام من سالب واحد لواحد، والواي ليها ميون ليها ميو وليها ايه اكسبكتيشن بتاعت الواي سكويرد. تمام كده، اللي بقى ايه، بص ده الاكس والواي دول ايه، اندبندنت راندوم فاريبلز، دخلوا وتعمل لهم بروسس اللي هي مين، فيو اوف تي، خدت الواي جمعت عليها 3 اكس تي وبعدين ضربتهم كلهم في تي، احسب لي بقى ايه المين بتاع الراندوم بروسس دي، الكوريليشن بتاع الراندوم بروسس دي، التوتال باور بتاعت الراندوم بروسس دي. طيب يلا نبدأ نعمل ايه، انا هدخل هكتب بس شكل ال V بدل ما هو بالشكل ده، ابسطه شوية تبقى yt plus 3 x t squared. تمام كده، وبعدين نعمل ايه، هشتغل. طيب انا عندي ايه اللي عندي، عندي الديستريبيوشن بتاع ال y هنا، او معايا ال data بتاعت ال y اللي هي المين وال self correlations، يعني لو انا اتكلمت اعتبرتها دي self correlation او expectation بتاع ال y squared that's it. طب ما انا اروح اجيب لي ال x نفس الحاجات دي عشان ايه، يبقى الموضوع سهل في الحسابات. تمام، هقول اكسبكتيشن اكس، الاكس ده مين، ده ماله، ده يونيفورم، يونيفورم موجود منين لفين، موجود من واحد لحد ايه، لحد سالب واحد. تمام كده، طيب فبما انه يونيفورم يبقى الامبليتيود بتاعه هو واحد على اتنين الرينج. تمام كده، واحد على الرينج قصدي، والافرج بتاعه هو هيبقى حاجه في النص اللي هو هيبقى هناك ايه، الجزء دي من سالب واحد لواحد يبقى زيرو، يبقى المين بتاعه زيرو. تمام كده، طيب هات الاكسبكتيشن اكس سكويرد، اكسبكتيشن اكس سكويرد بقول ايه،
هي انتجريشن الاكس سكويرد وضع فين في الديستريبيوشن بتاعها اللي هو كان واحد على الاثنين، وهي موجوده من سالب واحد لواحد. فكمان تبقى دي اكس سكويرد اعملها انتجريشن تبقى اكس كيوبد على 3 في 2 تمام كده، وعوض من سالب واحد لواحد، او هي بما انها هنا كانت ايفن فتبقى 2 من 0 لواحد يعني، فطيرها فيتفضل في الاخر كام عندي 1 على 3 تمام. يبقى الاكسبكتيشن بتاع الاكس سكويرد بواحد على 3، المين بتاع الاكس بزيرو، وعندي الفي ومعايا الداتا بتاعت الواي. يلا بقى ايه نروح نجيب المين بتاع الفي. المين بتاع الفي هيساوي ايه؟ اكسبكتيشن الفي تمام. يبقى اشيل الفي وعوض عنها بالداتا اللي فوق دي، شلت الفي وعوضت عنها تمام. طيب عندي اكسبكتيشن عمليه لينير، يعني ممكن افصل الاكسبكتيشنز عن بعض، او دي اكسبكتيشن واي دي زائد اكسبكتيشن ايه 3 اكس تي سكويرد تمام كده. طيب بس استنى، التي هنا كونستنت يعني بانتجيت على راندوم فاريبل، او اكسبكتيشن راندوم فاريبل تي ملهوش علاقه براندوم فاريبل، يبقى التي هيخرج، يبقى دي اكسبكتيشن واي، وهنا التلاته تخرج تبقى في تلاته بره، والتي سكويرد نفس الحكايه خرج، يبقى بلس 3 تي سكويرد اكسبكتيشن اوف اكس. حلو، اللي بعده اعمل ايه بقى؟ شيل خلاص اكسبكتيشن واي ده، شيله وتحط مكانه مين؟ الميو واي تمام. اكسبكتيشن اكس هتحط مكانه الميو اكس. خلاص شلت اكسبكتيشن اكس واكسبكتيشن واي، عوض بالكام بقى؟ اكسبكتيشن الميو واي بكام؟ الميو واي كان باتنين، الميو اكس كان بكام؟ كان بزيرو. تطلع بكام؟ تطلع باتنين تي. الموضوع بسيط ما فيهوش اي مشكله. طيب نروح بعده على مين؟ نروح بعده على الراندوم فاريبل الاوتو كوريليشنز. الاوتو كوريليشن بقول عند تي واحد وتي اتنين تمام كده. ممكن اكتب افتاوي يعني، انا اختصرت بس اخترت اللي هتقلل سايز في الكتابة مش أكتر تمام كده. فأقول expectation عندي إيه؟ v عند t1 في مضروبة v عند t2 تمام كده. شيل الفيهات وعوض عن مكانهم، شلت الفيهات بقت y t1 زائد 3 x t1 سكويرد في y t2 زائد 3 x t2 سكويرد. حلو، ابدأ إيه؟ ابدأ أعمل الكروس multiplication بتاعت البراكتس، اضرب البراكتس دي في بعض تمام كده. ولكن افتكر بعد وانت بتضرب البراكتس ان كان قايل لك ايه؟ ان الـ x والـ y independent وان الميو اكس بكام؟ بزيرو. طيب يعني ايه الميو اكس بزيرو؟ ويعني ايه independent؟ طيب نفتكر كده سريع، يعني ايه independent؟ يعني انا لما اقول expected x y يساوي مين؟ expected x في مين؟ في expected y تمام كده؟ وانا عندي الميو اكس بزيرو، يعني ده كله اهي ده هيساوي كام؟ هيساوي زيرو. فيها مشكله كده؟ لا ما فيهاش مشكله، خلاص اعمل expectation بقى تبقى ايه؟ تبقى expected y مضروبة في y، y تي واحد في y تي اتنين، تبقى ايه؟ y سكويرد تي واحد تي اتنين، وبعدين تلاتة x تي واحد سكويرد في تلاتة x تي اتنين سكويرد، تبقى تسعة x سكويرد تي واحد تي اتنين سكويرد. طيب والكروس دول اللي هي ال x في ال y وال y في ال x هيدوني ايه؟ expected x في expected y وال x في زيرو، يبقى هي تيو تمام كده. اتفضل عندي الترمين دول، يلا انا هجيب expectation y سكويرد وعندي تي واحد تي اتنين اطلعهم بره، وعندي تي واحد وتي اتنين سكويرد وتسعة يطلعوا بره. اتفضل معايا الشكل ده. طيب انا عارف الاكسبكتيشن بتاع الواي سكويرد، اكسبكتيشن واي سكويرد كان مداني بستة، واكسبكتيشن اكس سكويرد مداني بكام؟ مداني بواحد على التلاتة. هعوض عنهم كده تطلع معايا كام؟ تطلع تسعة على التلاتة بتلاتة، يبقى دي هتساوي ستة تي واحد زائد كام؟ زائد تلاتة تي واحد زائد تي اتنين. هي مش مكتوبة بس ما علينا، مش مشكلة. بعدين عايز ايه؟ عايز الاوتو كوريليشنز او الدي سي باور بتاعتها. هجيبها الدي سي باور ازاي؟ التوتال باور قصدي. قول ايه هي الراندوم فاريبل او الاوتو كوريليشن عن تي واحد وتي واحد تمام كده. الاكسبكتيشن بتاع بي سكويرد يعني اعوض هنا ايه تي واحد دي احطها زيها عند تي اتنين، او اخليهم جنرال تي كده، تبقى ايه؟ تبقى دي كانت ستة تي واحد تي اتنين، هتبقى ايه؟ ستة تي اتنين تي سكويرد، ودي تسعة دي كانت هتبقى تسعة في تلت يعني التلاتة تي واحد سكويرد في تي اتنين سكويرد، تبقى ايه؟ دي تي وتي، تبقى ايه؟ تلاتة تي أس أربعة تمام كده. شباب المسألة سهلة ما فيهاش مشكلة. طيب هل هنكمل بالترتيب؟ لا، احنا هنفضل نتشقلب كده في اول كام مساله بحيث ناخد سهل ونمشي اصعب فاصعب فاصعب شويه يعني تمام كده. طيب ده السؤال بقى بتاع ليه اوتو كوريليشن. طيب بيقول لي عندك الميتريكس دي، حلو، بيقول لي قول لي اسباب ان هي ما تبقاش كوريليشن ميتريكس. طيب ده نعملها ازاي؟ هي هو بيتكلم بيقول لي ان دي اصلا دي كوريليشن، دي كان حد بيحاول يجيب correlation matrix لحاجة اسمها joint widely sensed stationary process، وعنده joint random process. يعني احنا اتعودنا ان بنجيب joint distribution random variable، دي joint distribution random process تمام كده. طيب حلو، وبعدين ايه اللي فيه بقى؟ بيقول لي ان كان ليك حد بيجيب correlation matrix بس دي ما طلعتش correlation matrix تمام. طب ليه؟ خلاص انا عايز اثبت ليه. هقول ايه؟ هو هجيب الخصائص بتاع مين؟ بتاع ال correlations تمام كده.
دي كوريليشن ميتريكس، فهروح ابص على مين، على اختصاص الكوريليشن. بس تعالوا نفوكس كده على حاجه هنا صغيره كده، اللي هو هي ايه، ان انا بقول ان انا عندي في elements كده. الالمنتس دي لو اتعاملت مع الكوفيرنس ميتريكس كنت بقول ايه، كوفيرنس ميتريكس هي عباره عن ايه، عندي اتنين راندوم فاريبلز كنت بجيب الكوفيرنس ما بينهم، فكان بيطلع عندي حاجه اسمها الكوفيرنس ميتريكس. الالمنتس اللي على الدياجونالز هي الفاريانس بتاعت الراندوم فاريبلز، والاوف دياجونالز هي ايه، هي الكوفيرنسز. تمام كده. طيب الكوفيرنسز يعني اللي هي الكروس فاريانس يعني، تمام كده. طيب او الكومن فاريس. طيب هنا ده بقول ايه بقى، بقول خلاص تعالى ناخد نفس الكونسيبت على الاوتو كوريشنز. يعني ايه بقى الكوريشن ميتريكس؟ يعني انا جبت الاثنين راندوم بروسيس، جبت كوريشن ما بينهم واحده واحده. الكوريشن ما بين الراندوم بروسيس ونفسها حطيتها في الاليمنت الاول، والكوريشن ما بين الراندوم بروسيس الاولى والراندوم بروسيس الثانيه حطيتها في الاليمنت الثاني، بعدين الثانيه مع الاول هنا، وبعدين الثانيه مع الثانيه. تمام كده. فدي تبقى الاوتو كوريشنز بتاعت ايه، اكس واحد. تمام، الراندوم بروسيس الاولى دي بقول الكوريشن ما بين الراندوم بوسس الاولى والراندوم بوسس الثانيه، بسميها الكروس كوريشن. تمام كده، اوتو لان انا عملت كوريشن مع البوسس، حاجه راندوم فاريبل في البوسس مع نفسه، مع نفسها حاجه نفسها، ودي عملت ايه، راندوم فاريبل في البوسس مع البوسس الثانيه. تمام كده، فيبقى الاوف دايجونال هنا اسمها الكروس كوريشن. تمام، وهنا دي تبقى اسمها ايه، الاوتو كوريشن. طيب تمام، هي دي كلها ايه، عباره عن كوريشن. يبقى الخصائص بتاعت الكوريشن الاربعه اقدر ايه، اقدر اطبقهم هنا. طيب انا لما اجي ابص على الخصائص دي هلاقي ايه، هلاقي ان انا عندي ان الاثنين دول حاجات بستخدمهم في الحسابات، يعني مش حاجه اقدر اقول ان دي تبقى فاليد معايا ولا لا. تمام، لكن قلت الخصائص دي هي مش بتفيد قوي في الحسابات، بس بتمكنني ان انا اقدر ايه، ابص على مين، على الكوريليشنز، او ابص اتشيك الكوريليشنز يعني بتاعتي، او ان انا اكمل الفيجر او الرسم. طيب كنت بقول ايه، بقول ان الخصائص رقم 3 دي بتقول ايه، ان الاوتو كوريليشن ريال ايفنت سيمتريك. تمام كده. طيب يعني المفروض ان دول كلهم يطلعوا ريال ايفن سيمتريك. هقول تعالى كده ابلاي دي كوزاين، هي ريال وايفن سيمتريك، كوزاين برضه ريال وايفن سيمتريك، كوزاين ريال وايفن سيمتريك، اي دي ساين، ساين ايه دي، ساين ريال سيمتريك، يعني هي سيمتريك مش حوالين الواي اكسس، حوالين الاكس ايكوال ماين الواي ايكوال ماينس اكس يعني. تمام ماشي، دي مش مشكله نعديها، بس نيجي نقف عند ايه، هي مش ايفن، هي اود. حلو، دي كده اود. تمام كده، دي مين دي، دي اللي هي الاوتو كوريليشن بتاع البروسيس واي. تمام كده، حلو، يبقى دي بتفيل في التست رقم 3. تمام كده، اكتبها ازاي، ان الاوتو كوريليشن واي مش سيمتريك، يعني مش بتساوي الاوتو كوريليشن واي عند ايه، ماينس تاب. تمام كده، دي اول حاجه. تاني حاجه انا بقول ايه، الكونديشن الرابع ده لو جيت ابلاي هنا بقول ايه، هم كلهم كانوا كوزينات، ولكن دي الوحيده اللي مالها، دي الوحيده اللي ساين. طيب هو يعني ايه كوزينات، يعني كوزينات بيبدا عند الزيرو كده وينزلوا وبعدين يبداوا يزيدوا. طب الساين مالها، بتبدا عند الزيرو بزيرو وتبدا ايه، تبدا تزيد. طب الرول دي بتقول لي ايه، بتقول لي ان السيجنال عند الزيرو بتكون مالها، بتكون اكبر من السيجنال في اي بوينت تاني. تمام كده، فهي دي المشكله، ان دي بتقول لي ايه، بتقول لي لا الساين دي ما تنفعش. يبقى انا عندي ايه، ان برضه الاوتو كويشن بتاع واي بيفيل في تيست 4، ان ما ينفعش ايه، ما ينفعش عند الزيرو يبقى ايه، اصغر من مين بقى، من عند اي لحظه تايم ثانيه. تمام كده، فيها مشاكل ده كده. تمام حلو. طيب بما اننا اتكلمنا على الاوتو كوريليشن والكروس كوريليشنز، فناخد المساله بتاعت الاوتو والكروس دي. تمام، بيقول لي عندي، عندي اكس وواي دول اتنين راندوم فاريبلز بيطلع لهم ايه، اوتبوت اتنين ويف فورمز. تمام كده، الاتنين اندبندنت عن بعض، هنحتاج كلمه اندبندنت دي خليك فاكر. تمام، قال لي بقى ايه، قال لي عندي راندوم بوسس ثانيه واي اوف تي، هي عباره عن ايه، مجموع الاثنين راندوم بوسس دول اللي هم مين، اللي هم اكس وواي. طيب تعالى نكتب ادي الواي اوف تي هي مجموع الاكس وواي، وبعدين الفي هي عباره عن ايه، عباره ان انا اخد السيجنال الاولى اضربها في 2 واخد السيجنال الثانيه اضربها في 3 واجمعهم على بعض، تبقى الفي هتساوي ايه، 2 اكس زائد 3 واي. تمام كده. طيب هبدا اعمل ايه، خلاص هنكتب الجانب فيبل زول، هحسب ايه، عايز نحسب الاوتو كوريشنز بتاع البوسس يو، الاوتو كوريشن بتاع البوسس في، الكروس كوريشن ما بين يو في، الكروس كوريشن ما بين في يو، كل ده ان ترمز اوف مين، اكس واي. يعني ده شويه ماس، الموضوع مش هيبقى صعب قوي. طيب تمام، يلا بينا نبدا نشوف هنعمل ايه. كنت بقول ايه، خلاص انا عايز احسب الاوتو كوريشن بتاع اليو، هيبقى اكسبكتد يو في يو في تي بلس تاو. تمام كده، خلاص اعوض عن اليو بقيمتها اللي هي اكس اوف تي
في الواي اوف تي وعوض عن يو تي بلس تاو، هي نفس الاكسبريشن ده بس مالها ايه فيها تي بلس تاو، تمام كده مفيش مشاكل. طيب نفتكر ايه، نفتكر ان هو كان قايل لي ان هما مالهم اللي هما اندبندنت، تمام. فبما قايل ان هما اندبندنت هعمل ايه، همسك دي هضربها في مين، هضربها في دي، تمام كده يطلع لي ايه اكسبكتيشن سكويرد، وامسك دي هضربها في دي واعمل ايه يبقى اكسبكتيشن اكس واي في تي ديت تاو، تمام كده. بما انهم اندبندنت هقدر اعمل ايه افصل الاكسبكتيشنز، تمام. وبعدين همسك دي هضربها في ده اديني ايه، اديني برضه نفس الحكايه 2 اكسبكتد اكس اكسبكتد الواي، وبعدين همسك دي في هنا. طيب نوت صغيره كده بس عشان نبقى عارفين، لما بقول اكسبكتد اكس اوف تي ايه علاقته بالاكسبكتد بتاع اكس اوف تي بلس تاو. طيب انا بقول ايه، دي عندي الاكسبكتد واكسبكتد، ايه اللي ريليشن ما بينهم؟ طيب ده اكسبكتد الاكس صح، تمام اوف تي حلو، ده هيساوي مين، هيساوي مين. طيب وده ده اكسبكتد اوف اكس عند تي بلس تاو، حصل لها شيفت صغير بس ستيل انا معتمد على الشيفت اللي حصل ده، انا بجيب اكسبكتيشن الاكس عموما، فده برضه هيساوي مين، هيساوي ايه، هيساوي مين، تمام كده حلو. يبقى انا لما اقول ان الواي في الاكس اوف تي بلس تاو هي تساوي الواي في الاكس عادي، وان الاكس اوف تي في الواي اوف تي بلس تاو بما انهم اندبندنت هتساوي الاكس في البي في ايه في الواي، اكسبكتد الاكس في اكسبكتد الواي عادي، تمام كده. فهنجمعهم هتبقى دي ايه، تبقى دي 2 وده اكسبكتد الاكس في الاكس اوف تي بلس تاو، ده مين ده، ده الاوتو كوريليشنز عند التاو، وده الاوتو كوريليشنز، ده هيبقى الاوتو كوريليشنز للواي، تمام كده. وده هيبقى ايه، هفصلهم بما انهم اندبندنت تبقى 2 في المين اكس في مين في المين بتاع واي، تمام كده. طيب نبدا ايه نروح للي بعدها، اجيب بالنسبه لمين، اجيب الاوتو كوريليشن بتاع الفي، نفس الفلو في واحد في في تي في في تي بلس تاو، اكتب بس بدل اكسات هتبقى 2 اكس، تمام 2 اكس 3 اكس هكذا، تكتب الاكسبكتيشن هتقول ان 2 في 2 ب 4، تمام تبقى 4 اكسبكتيشن اكس في الاكس في تي بلس تاو، وبعدين عندي 3 واي هتبقى 3 واي في 3 واي 9 اكسبكتيشن الواي سكويرد او الواي في الواي تي بلس تاو، وبعدين الحاجات السيلف تيرمز او الكوست تيرمز اللي هي 3 في 2، وهنا 2 في 3 تبقى دي 6 ودي 6 تبقى 12 اكسبكتد الاكس في اكسبكتد الواي، ده يساوي في الاخر كام، 4 اوتوكوليشن اكس 9 اوتوكوليشن واي زائد 12 ميو اكس ميو واي، تمام كده مفيش مشاكل. بعدين نعمل كوس الكوس كوريليشنز، تمام. فتبقى الاكسبكتد يو في الاوتوكوليشن يو في تبقى اكسبكتد يو في مين، اول واحده يو تنزل يو، تاني واحده في تبقى ايه في في تي بلس تاو، تمام. هنكتب الحاجات دي ونعوض هتطلع ايه، تطلع معانا بالشكل ده. طيب لما اجي اعمل ايه الاوتو كوريليشن بتاع الفي يو تبقى ايه اكسبكتد الفي في مين، في تاني واحده مكتوبه الاكسبكتد يو في تي بلس تاو، تطلع ايه، تطلع هنا في المساله دي طلع الاثنين سيماتيك زي بعض، الاثنين بنفس الفاليوز. هل هما في الطبيعي يطلعوا كده؟ لا عادي ممكن ما يطلعوش بنفس الفاليوز، يعني هي الموضوع على حسب طبيعه المساله عامله ازاي، تمام كده. طيب نروح بعد كده ايه، نروح بعد كده لسؤال رقم 2. سؤال رقم 2 بقى بيقول لي ايه، مساله تقيلة سيكا او فيها سنه صعبه سيكا، حلو كده. طيب واحده واحده، بيقول لي ان عنده لوبس فلتر بيكون من ريزيستنس وكاباسيتور، الاثنين فيهم ان انسرتينتي في الفاليوز، تمام كده. طيب ده ادى لايه، ادى ان التايم كونستنت اللي هو حاصل ضرب الار في السي بقى ماله، بقى مش ثابت، بقى حاجه راندوم، دي يونيفورم ديستريبيوشن من كام، من 10 كام ل 12. طب واحده واحده، انا عندي اي او سي، حلو. انا بروح اجيب دي بلاقي دي فيها تولرنس وده بلاقي ده فيه تولرنس، تمام. عملت لوبس فلتر نتيجه اللوبس فلتر بضرب الار في السي، طيب تمام حصل ده الار في السي، ده التايم كونستنت بتاعي. طيب نتيجه ان فيها تولرنس، التولرنس ده عامل ايه، دي بيقول ان دي بتتينج من اكبر من قيمه كذا لقيمه كذا، وده هيبقى من قيمه كذا لقيمه من قيمه كذا، تمام. فحصل ضربهم هيعمل لي ايه، والله هشوف الليميتس بتاعت التشنج ده هيبقى الماكسيمم في الماكسيمم او المينيمم في المينيمم. فال12 دي بتعبر عن ايه، حصل ضرب الماكسيمم في الماكسيمم وال10 مينيمم في المينيمم، والافريج اللي هي تبقى 11 دي ايه، دي الاكسبكتد فاليو اللي هي تيجي، تمام كده. طيب جميل جدا. قال لي بقى ايه، قال لي عايزين نعمل ايه، قال لي بص، قال لي الفي اوف سي دي مين، ده الاوتبوت بتاعي، تمام. هو عباره عن ايه، الاوتبوت في حاله ان اللي كان نازل عليها ايه يونيت ستيب، تمام، ليها امبليتيود ايه، خلاص تمام. يبقى انا هقول ان انا عندي يونيت ستيب داخل على اللوبس فلتر طلع الفي اوف تي، حلو. تعالى نحلها، نحلها بايه، نحلها كده بشويه حاجات كنا بنعملها في السيستمز او في الكنترول، اللي هي ايه، لابلاس وبعدين انفرس لابلاس و بارشال فراكشنز وهكذا،
طيب هو الايه الريسبونس بتاع اللوبس فلتر ده احنا عارفينه هي ار كونكتد مع سي بتبقى واحد على اس ار سي تمام كده. طيب دخلت على يونت ستيب هضيف مين ايه في اليونت ستيب، شلت الار سي وحطيت منها كانها مين الراندوم فاريبل بتاعي اللي هو الاكس تمام. طيب دي مين دي الفي اوف اس تمام كده. طيب بعدين عايز اعمل ايه، عايز اجيب مين، عايز اجيب يا سيدي اجيب ايه، اجيب الفي اوف تي. طيب انا هقول ايه، انا عندي دي يونت ستيب مضروب ده في ده، فكنت انا بحتاج ايه افكهم لترمات، كنت بفكهم بتستخدم ايه حاجه اسمها البارشال فراكشن، كنت بشوف الاس دي هتساوي زيرو امتى، دي هتساوي زيرو عند الزيرو حلو، فكنت بخبيها تمام كده، كنت بروح اعمل ايه، كنت بروح اخبي دي كده خالص واقول ان هتساوي ايه، اشوف واحد على البراكت واحد بلس اس الاكس لما اعوض عن الاس بزيرو هتطلع لي كام، لقيتها بتطلع لي واحد باخدها تبقى ايه دي قيمتها بواحد تمام كده، وهكذا كنت بمشي بالفلو ده اللي هو ايه تبقى الاس هي الامبليتيود بتاعها هيبقى بايه تمام، ان هنا ده كان واحد في ايه يبقى بايه. طيب وفي حالة ان هنا الاس هتبقى امتى، هتبقى بسالب واحد على الاكس، فنرجع نعوض تطلع معايا بايه، بسالب ايه على الاي اكس على 1 بلس اس اكس تمام. ده اللي كنا بنعمله يعني حوار بوش فاكشنز، ممكن نرجع عليه الموضوع كان سهل يعني تمام. طيب بعد كده عايز اعمل ايه، انا عايز اجيب الفي اف اس دي، لا انا عايز اجيب مين، عايز اجيب الفي اف تي، يبقى انا هعمل احولها للتايم، هعملها انفرس لابلاس ترانسفورم تمام كده. ايه على اس دي كانت مين، ايه على اس دي كانت عباره عن يونت ستيب تمام كده، خدها كومن فاكتور. طيب اي اكس على 1 بلس اس اكس دي عباره عن مين، جت اكسبوننشال. طب جت اكسبوننشال منين، طيب تعالى كده نكتبها واحده واحده، دي هتبقى عباره عن ايه، سيب الاي كده كومن فاكتور وبعدين ودي عباره عن واحد تمام، ويقسم على الاكس فوق وتحت، فتفضل ايه واحد على الاكس في مين بلس مين بلس الاس. طب دي لو جيت شفت شكلها دي عباره عن مين، دي عباره عن يونت ستيب تمام، بس في هنا ايه الجمع عليها واحد على الاكس، ده فين الجمع عليها في الاس دومين، او لو انا هتكلم ان انا احلها بفويه تبقى في الفريكوانسي دومين، يبقى حصل لها شيفت في التايم بكام، حصل لها شيفت بالتايم بواحد على الاكس بسالب واحد على الاكس حلو، شيفت يعني شيفت في الفريكوانسي ضرب فيز في التايم بواحد على الاكس تمام. وبما ان انا بتكلم على الاس يبقى انا بتكلم على ايه، بتكلم ان هيحصل لها ضرب في ايه في اكسبوننشال ريال، يبقى هي دي ضربت ايه الاي في اليونت ستيب ضربت في اكسبوننشال سالب تي على اكس تمام كده. طيب دي الفي اوف تي حلو، عايزين نعمل بقى ايه، هات لي الافريج، هات لي الاكسبكتد فاليو، هات لي الاوتو كوريليشنز والتوتال باور. طيب واحده واحده اكسبكتد فاليو هعمل ايه، خلاص اكسبكتد 1 ماينس اي اي اس سالب تي على اكس يو اوف تي تمام. اكسبكتد اليو اوف تي تخرج بره هي حاجه كونستنت، تاني حاجه الواحد ده رقم كونستنت مش هتعمل عليه حاجه، يبقى تدخل ايه الاي كونستنت برضه، يبقى داخل الاكسبكتيشن بقى مين، اكسبكتيشن على اي اس سالب تي على الاكس تمام كده. طيب مفيش مشكله. طيب هل ده انا هعرف اعمله ولا لا، ده السؤال المهم، انا دلوقتي ده هعرف اعمله لا، وانت انا هحاول. طيب ده هنحاول ازاي، هقول اكسبكتد اي اس سالب تي على اكس هيساوي ايه، هاخد الفانكشن اهي كتبتها هي يونيفورم ديستريبيوشن هتبقى مقسومه على الاثنين، يعني في اسم هنا على الاثنين وهكمل من 10 لحد 12 تمام. الانتجريشن ده هقدر اعمله؟ لا ده مش هقدر اعمله، ده هيبقى ليه حل من اتنين، لو انا عارف قيمه التي ده هعمله على الكالكوليتر تبقى حاجه نيوميريكال ورقم هيطلع، يا اما ايه يا اما انا هسيبه انون وهيبقى حاجه زي فاكرين الكيو فانكشن كده في النورمال ديستريبيوشن، حاجه هتبقى انتجرال فانكشن كده بتبقى ليها تيبلز معينه ونستخدم، فبالاخر هيطلع ايه مين فانكشن في التايم تمام كده. السؤال هل ده ستيشنري؟ لا ده مش ستيشنري، ليه؟ لان هو طلع فانكشن في التايم تمام كده، المين هيطلع فانكشن في التايم، انا كملت على اكس واشيل اكس لكن التايم زي ما هو لسه موجود تمام كده، ما خلاص مش هقدر انتجيته، بس اقول خلاص الاكسبكتيشن بتاع ده هي مين وخلاص الموضوع كده بسيط وماتش. طيب اروح اجيب مين، اروح اجيب الاوتو كوريليشنز، وانا بجيب الاوتو كوريليشن بقول ايه، الاوتو كوريليشن تي 1 وتي 2 هيبقى ايه اكسبكتد في اوف تي 1 في في اوف تي 2، ابدا ايه ابدا اعوض ايه، عوضت دي اوف تي 1 وعوضت ايه دي اوف تي 2 تمام كده مفيش مشاكل تمام. الاكسبكتيشن هعمل ايه، قبل ما ادخل الاكسبكتيشن هعمل المالتيبيكيشن، ابدا ايه اضرب وانا مضربتش نسيتها زي ما هي ماشي، المفروض اعمل ايه يلا سينكس تول، هبدا ايه هبدا السطر ده يعني كان المفروض ان انا اعمل ايه، اضرب اليو دي هنا تبقى يو 1 يو 2 وبعدين واحد في الواحد ومش عارف ايه في ايه. طيب انا هنا في الستيب دي ضربت ودخلت الاكسبكتيشن عليهم على طول، بقت ايه بتعبر عن واحد ماينس ايه في الاكسبكتيشن، دخل اقول واحد في واحد بواحد، دخل الاكسبكتيشن بواحد بعدين سالب ايه دي دي هتضرب في واحد دخل الاكسبكتيشن يبقى سالب اكسبكتيشن الاكسبوننشال تمام كده. طيب بعدين قلنا ايه
همسك الواحد اضربه في مين؟ اضربه في الاكسبوننشال ده، يبقى واحد في اكسبوننشال دخل اكسبكتيشن عليهم تبقى ايه؟ الاكسبكتيشن تدخل ايه؟ الاكسبكتيشن بتاع مين؟ اي اس سالب تي 2 على الاكس، وبعدين امسك دي دخلها في دي، طب اكسبوننشال في اكسبوننشال يحصل لهم ايه؟ يبقى مجموع، تمام كده؟ يبقى الاكسبكتيشن بتاعتي او المساله بتاعتي تبقى عباره عن ايه؟ 1 ماينس ايه في الاكسبكتيشن اكسبوننشال ماينس ايه اكسبكتيشن اكسبوننشال عند تايم تاني بلس اي سكويد اكسبكتيشن اكسبوننشال عند مجموع تايمز في دي اوف تي 1 في دي اوف تي 2. حلو؟ طيب مين بقى دول؟ انا اصلا دي لسه مطلع اكسبكتيشن للاكسبوننشال ده هيطلع ايه؟ سميته يو اوف تي، فاقول خلاص هو 1 ناقص ميو يو اوف تي 1، وهنا ناقص 1 اي ميو اوف تي 2 بلس اي سكويد ميو اوف تي 1 بلس يو اوف تي 2. كل ده مضروب ايه؟ في يو في تي واحد يو في تي اتنين، تمام كده؟ خلاص مفيش مشاكل، ده كده ايه؟ ده كده اللي انا اقدر احسبه لو معايا التيبل اللي تطلع الفاليوز. عايز مين؟ التوتال باور، حلو؟ او الاكسبكتيشنز عند التاو بتساوي صفر، او عند تي واحد وتي واحد، خلاص هقول هو هيساوي ايه؟ اقعد عند كل تي اتنين بايه؟ بتي واحد وتي واحد، دي سالب ايه؟ دي هتبقى زي دي، تبقى سالب اتنين ايه؟ ميو واحد تي واحد، دي تبقى ايه؟ اي سكويت كانت تي واحد بلس تي واحد تبقى ايه؟ اتنين تي واحد. تمام كده؟ بس انا خلصت ما فيهاش اي مشاكل، الموضوع بسيط فيها. طيب سؤال رقم 4، سؤال رقم 4 لا هو سؤال لطيف صح، بيقول لي عندي اتنين راندوم فاريبلز اكس واي، تمام كده؟ اتنين راندوم بروسيس اكس واي، تمام كده؟ مالهم؟ ستيشنري واندبندنت. يعني ايه ستيشنري؟ يعني اندبندنت. ستيشنري يعني مين بتاعهم ثابت مع التايم، تمام كده؟ واندبندنت يعني حصل ضربهم اكسبكتد ضربهم عباره عن ايه؟ ضرب الاكسبكتز بتوعهم، تمام كده؟ طيب قال لي ايه؟ الزد دي هي عباره عن حصل ضرب اكس اوف واي، تمام؟ وقال لي جيفن عندي بقى ايه؟ اوتو كورليشنز لمين؟ لفانكشنز، مش للاكس ولا الواي، لا لفانكشنز معينه. ايه الفانكشن اللي هو كريتها؟ اكس ناقص مين وواي ناقص مين. الاوتو كورليشن بتاعت الاكس ناقص مين والواي ناقص مين اهو. حلو كده؟ هات مين؟ هات الاوتو كورليشن بتاع الزد. انا تايه كده، انا مش عارف اعمل ايه، بس عايز الاوتو كورليشن بتاع الزد. انا هدخل احط الاوتو كورليشن بتاعت الزد، الزد اهي اكس في واي، يبقى الاوتو كورليشن بتاعت الزد اكسبكتد الزد عند تي والزد عند تي بلس تاو، يبقى اكسبكتد اكس اوف تي في الواي اوف تي في مين؟ اكس اوف تي بلس تاو في الواي اوف تي بلس تاو، تمام كده؟ مفيش مشاكل، دول مضروبين. طيب قال لي ان هم اندبندنت، يعني ايه؟ يعني الاكس هتضرب في الاكس اوف تي بلس تاو ويخرج الاكسبكتيشن بتاعهم وينفصل عن ايه؟ في الساعه الثانيه. يبقى دي بقت اكسبكتيشن اكس اوف تي في تي بلس تاو، تمام؟ واكسبكتيشن ايه؟ مضروبه في اكسبكتيشن واي اوف تي في واي اوف تي بلس تاو، تمام كده؟ مفيش مشكله. طيب حلو، ده مين ده؟ ده الاوتو كوريشن بتاع الاكس، دي مين دي؟ الاوتو كوريشن بتاع الواي. طلعت كده ايه؟ خلاص انا جبت اوتو كوريشن اكس اوتو كوريشن واي ومسألتي خلصت. لحظه، انت الجيفنز اصلا مش اوتو كوريشن اكس اوتو كوريشن واي، ده جيفن اوتو كوريشن اكس ماينس مين وواي ماينس مين. ده هنعمل ايه؟ قلت ايه يا ربي افتكر؟ طب انا مش عارف، الموضوع صعب؟ لا لا مش صعب. فكره ان انت معاك بتاع الاكس وانت عايز تتعامل مع الاكس، طيب ده بتاع مين؟ ده بتاع فانكشن. طب ما تجرب تروح تحسب الاوتو كورليشن اصلا الاول بتاع الاكس ماينس الميو اكس كجنرال، وبعدين تعوض عنه بالاكسبوننشال ده تشوف هتوصل لايه. طيب يبقى انا هروح احاول احسب الاوتو كورليشن بتاع الفانكشن دي اللي هي الاكس اوف تي ماينس المين، تمام؟ واشوف هتوصلني لايه، وبعدين هل هعرف اعوض بيها هنا ولا لا؟ مش مت يعني، مش هينفع تبقى سطر واحد كده وسيبها. طيب قول ايه؟ اكسبكتيشن اكس ماينس المين هتساوي ايه؟ اكسبكتيشن الاكس ماينس المين في مين؟ في الروت كوريشن اكس ماينس المين هتساوي اكسبكتيشن اكس ماينس المين في الاكس تي بلس تاو ماينس المين، تمام كده؟ طيب ابدا اعمل المالتيبليكيشن بقى ودخل اكسبكتيشنز عليهم. هعمل مالتيبليكيشن تبقى اكس في اكس اوف تي بلس تاو ناقص اهي دي اكس في اكس اوف تي بلس تاو، وبعدين دي تضيف في ماينس المين تبقى ماينس المين اكس اوف تي، وبعدين ماينس المين تضيف في اكس اوف تي بلس تاو تبقى ايه؟ ماينس المين اكس اوف تي بلس تاو وماينس مين في ماينس مين بلس ايه؟ بلس المين سكوير، تمام؟ اعمل الاكسبكتيشن، اكسبكتيشن تبقى الاكسبكتيشن بتاع الترم ده، تمام؟ هتبقى مين؟ هتبقى الاوتو كورليشنز، والترم ده الاكسبكتيشن بتاعه ده هيبقى ايه؟ ماينس ميو اكس في مين؟ في اكسبكتيشن الاكس اللي هي ماينس اللي هي تبقى مين؟ نكتبها ماينس ايه؟ ميو اكس سكويرت، وهنا في ماينس ميو اكس سكويرت، تمام كده؟ وهنا عندي ايه؟ بلس، فاقول ان واحده هتطير مع واحده يتفضل لي ايه؟ يبقى تفضل لي الماينس، تمام؟ يبقى الار اوف اكس تاو ماينس ايه؟ ميو اكس سكويرت ميو تاو سكويرت.
ده الموضوع طلع لطيف، انا عارف دي صح وانا عايز اجيب دي حلو، فانا اقدر ايه؟ اقدر اجيب قيمه دي واقدر اجيب ايه؟ الاوتو كوريشن بالنسبه للاكس هي عباره عن مين؟ الاوتو كوريشن بتاعت الاكس ماينس الميو اكس بلس ايه؟ بلس الميو اكس سكويت. تمام، يبقى المحاوله اللي انا عملتها وقلت ان انا احاول افك دي وصلتني ايه؟ لحاجه اقدر اعوض بيها هنا. تمام، انا معايا دي جيفن، معايا دي جيفن اعوض بيها اهي. تمام، عوضت بيها تطلع ايه؟ تطلع بالرقم ده. تمام كده مفيش مشاكل، دي كده مين الاي اكس اوف تاو. طيب بما اني وصلت لها طلعت مين؟ عباره عن الاكسبريشن اللي هم مديهوني زائد المين سكوير، فاقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الاكسبريشن التاني اللي هو ايه؟ بتاع الواشي. تمام كده؟ ودي كتبناها مرتين، ما علينا مش مشكله. اقدر اجيب ايه؟ الاكسبريشن بتاع الواي اللي هي الاي اوف واي تساوي ايه؟ اي ماينس بي ابسوليوت تاو في ايه؟ في الميو سكوير. خدهم اقعد بيهم فين؟ اقعد بيهم فوق. لما اقعد بيهم فوق الاقيها ايه؟ الاقيها الاوتو كوريشن بتاع الزد كان بيساوي ايه؟ اوتو كوريشن بتاع الواي الاكس في اوتو كوريشن الواي. فلما هكتبها تتكتب ازاي؟ تتكتب اللي هو الترم اللي طلع معايا هنا اهو في الترم اللي طلع معايا هنا اهو، وخلاص كده خلصت المساله. موضوع لطيف يعني. طيب نروح نعمل ايه بقى يا شباب؟ نشوف اللي بعده.